هي قصة أخرى منفصلة لكن قريبة من قصة ذي القرنين. فلنتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج. من هم؟ ما قصتهم؟ أين هم الآن؟ ما أوصافهم؟ أين يجلسون؟ أين يعيشون؟ الصحيح أنهم موجودون من زمن ذي القرنين بل قبله، أمة من الأمم مفسدة. يقول النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، يعني ليسوا بأمة من الجن أو أمة من يعني أقوام آخرون من حيوانات من أي شيء آخر، لا، إنهم أمة من الإنس من بني آدم، لكنهم جنس غريب مفسد في الأرض. من ولد آدم لو أرسلوا إلى الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ما خلوا أحد يعيش ولن يموت منهم أحد. شوف هذا الحديث يقول: ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. الله أكبر، كل واحد يلد 1000، هذا وين يعيشون؟ أين يكونون الآن؟ ليش مع الأقمار الصناعية ومع التكنولوجيا الحديثة ومع الأشعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية والموجات الصوتية والغواصات والطائرات والأقمار والدنيا والفضائيات إلى الآن لا يعرفون مكان هذه الأمة؟ نعم، حتى يثبت لنا الرب عز وجل أننا مهما فعلنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون: نصور الأرض كلها وما في مكان إلا وندخل، وكل كلام ترى هذا إعلام يصور لك بأنهم ما يخفى عليهم شيء، لكن الصحيح أن الله عز وجل ما أعطى الإنسان إلا العلم القليل. حتى هذه الأمة الكثيرة بحجمها وهذا السد العظيم الذي بناه ذو القرنين إلى الآن لا يعرف الناس مكانه، في مشرق الأرض، في الشمال الشرقي، من جهة فيها أنهار مياه الله أعلم، من جهة فيها أنهار مياه الله أعلم، فيها جبال، فيها وديان الله أعلم، فيها غابات، فيها الله أعلم، لا ندري. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، كل يوم يحفرون السد الذي بناه ذو القرنين، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم، اللي يعني يدير أمرهم وشأنهم، هي أمة من الأمم، قال: ارجعوا فستحفرونه غدا. طبعا ما يقول إن شاء الله، يقول: ارجعوا نكمل بكرة، لأنهم يرون شعاع الشمس يعني يصلون إلى الجهة الثانية، يحفرون 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 لين يخرقون السد، هذا كل يوم ترى. فإذا رأوا شعاع الشمس يقول لهم: روحوا وغدا نكمل، فيعيده الله أشد ما كان، أكثر من الأمس قوة، حتى إذا بلغت مدتهم في آخر الزمان وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يعني لما يصلون نفس المرحلة اللي وصلوها كل يوم، يقول الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا استثنوا قالوا إن شاء الله، يعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، مثل ما تركوه، فيكملون ويحفرونه ويخرجون على الناس. ما الذي سيحصل إذا خرج يأجوج ومأجوج؟ حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون في الأرض من كل واد ومن كل حدب ومن كل طريق ومن كل بلاد ينتشرون فيها. أي أمة هذه التي إذا فتحت تكون في زمن من؟ في زمن عيسى بن مريم، لما ينزل عيسى بن مريم ويكون المهدي معه، يخرجون من الشام إلى فلسطين لمقاتلة من؟ الدجال وأتباعه، الدجال معه اليهود وأتباعه، فيقاتلهم أهل الإيمان فيقتلونهم ويقتل الدجال وينتصر عيسى بن مريم ومن معه من أهل الإيمان، يكبر الناس ويعلن أن الكفر قد هزم وأن الدجال قد انتهى وأن عيسى بن مريم قد حكم عليه السلام، وهم في نشوة فرحهم ونصرهم
يوحي الله إلى عيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، أهرب أهرب أنت وعبادي إلى جبل الطور. ليش؟ إحنا الدجال ما وقف أمامنا. قال: إن لي عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، من إنهم يأجوج ومأجوج قد خرجوا في الأرض يأتون فلا يجدون بلدا إلا ويهلكونها، لا وحشا ولا طيرا ولا أخضر ولا يابس ولا زرع ولا بناء، حتى يأتون إلى الماء، إلى البحيرة الماء فيشربونها، يشرب أولهم، فإذا جاء آخرهم لا يجد في البحيرة قطرة ماء، بحيرة كاملة تشرب ولا يبقى فيها قطرة ماء، ينشفون الماء حتى يقال قد كان في هذه الأرض ماء، مر عليها يأجوج ومأجوج فلم يتركوا فيها شيئا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الناس يقولون في ذلك الزمان: يا ويلنا كنا في غفلة عن هذا اليوم وعن علاماته وعن أشراط الساعة بل كنا غافلين. يجوبون الأرض من اسم يأجوج ومأجوج أنهم مثل الأرض إذا ماجت، يعني إذا اضطربت، يموجون في الأرض فسادا، يهلكون الحية والرطبة واليابس، الحرث والنسل، البلاد والعباد، لا يتركون شيئا في الأرض إلا وأهلكوه، والناس يتحصنون في الجبال ويهربون منهم، حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج. وين عيسى عليه السلام الآن؟ مع أهل الإيمان على الجبال يدعون الله جل وعلا أن ينجيهم من يأجوج ومأجوج، وهم في الأرض يهلكون كل شيء. تخيلوا حبسوا آلاف السنين، آلاف السنين وهم محبوسون، فجأة انطلقوا وأمة لا يحصي عددها إلا الله جل وعلا، ربما هم ألف ضعف عن عدد الناس. تخيلوا، حتى جاء في الحديث أن يوم القيامة الله عز وجل يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج الذين سيدخلون إلى النار. فيقول آدم: يا رب كيف أعرفهم؟ كم عددهم؟ يعني كم يدخلون إلى النار وكم يدخل إلى الجنة؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فخاف الصحابة: يعني يا رسول الله واحد من 1000 بس يدش الجنة؟ قال: 999 من يأجوج ومأجوج، هذه الأمة أكثرها يأجوج ومأجوج هم الذين يدخلون إلى النار، قوم كفار مفسدون في الأرض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي أنهم في زمنهم اقتربت الساعة واقترب النفخ في الصور، في زمنهم الناس يستعدون لقيام الساعة، حتى إذا ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا كل أهل الأرض، ما يشوفون أحد، الناس هربوا تحصنوا، ظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قتلوا وقهروا كل أهل الأرض، فيقول بعضهم لبعض: بقي أهل السماء، قهرنا أهل الأرض بقي أهل السماء، يعني لنقتل أهل السماء. شوف الجنون والغباء الذي فيهم. فيرمون سهامهم إلى السماء، يرمون السهام إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم. تخيلوا السهم يرمى إلى السماء ثم يرجع كل دم. الله عز وجل يفتنهم لجهلهم وغبائهم، فيقول بعضهم لبعض: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. خلاص الحين لا بقى أهل الأرض ولا بقي أهل السماء، على بالهم بالسهام يقتلون أهل السماء، فإذا بهم يمرحون ويلهون ويفسدون في الأرض. فجأة ينزل الله عز وجل عليهم جنديا من جنوده، ما هو؟ إنه دود النغف، دود، هذا الدود يأتي على الجمل أو البعير فيصيبه بالمرض ويقتله، دود معروف عند العرب، اسمه النغف، مثل الحشرة الصغيرة، يرسله الله عز وجل
من السماء فتدخل في أنوفهم وآذانهم وأجسامهم وينتشر الوباء فيهم فيقتلهم جميعا كقتل نفس واحدة، يصبحون فرسا صرعا كأنهم قد قتلوا كنفس واحدة. تخيلوا هذه الأمة من الملايين أو ربما من المليارات التي انتشرت في الأرض تموت كموت نفس واحدة. وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآن عيسى بن مريم ما يدري عليه السلام، ولا المؤمنون ما يدرون شو اللي صاير، فيطلب عيسى بن مريم من الناس من ينظر، من يذهب إلى الأرض ينزل من الجبل فينظروا إلى خبرهم يشوف إيش صار، لأن احنا دعونا وننتظر الإجابة من الله جل وعلا. خاف الناس فلم يخرج إلا أشجعهم واحد شجاع، فنزل إلى الأرض فرأى الأرض كلها جيف جثث ليأجوج ومأجوج، أنتنت الأرض بجيفهم، فيرجع إلى عيسى بن مريم فيبشره، فينزل أهل الإيمان وينزل جيوش الرحمن فينظرون إلى الأرض قد امتلأت بجثثهم، حتى أن الحيوانات تأكل من أجسادهم وتسمن سمنا عظيما من أجساد يأجوج ومأجوج. الحيوانات تلتهمهم وتسمن الحيوانات وتعظم، لكن النتن والرائحة الخبيثة قد انتشرت في الأرض. فيرفع عيسى بن مريم يديه إلى السماء أن ينجيه الله عز وجل من هذه القاذورات والنجاسات وهذه الجيف وتلك الجثث، فيرسل الله عز وجل طيرا كبيرا من السماء يأتي من بعيد، وتحمل هذه الطيور العظيمة الكبيرة تحمل جثث يأجوج ومأجوج، كل طير يحمل جثة، كل طير يحمل جثة، تخيلوا ربما مئات الملايين أو المليارات، وتحمل الطيور الجثث والناس تنظر. تخيلوا للمنظر هذا، أين ترميها؟ ترميها في البحار، ترميها في البحار، حتى إذا أخذت كل الجثث لكن الأرض لا زالت نتنح. ينزل الله مطرا شديدا فيغسل الأرض كلها، فإذا غسلت الأرض نبتت الأرض كأفضل ما تنبت أرض، وتخرج الأرض كنوزها وخيراتها، وينتشر الأمن والعدل في الأرض بحكم من؟ عيسى بن مريم عليه السلام. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إنهم قوم صغار العيون ذلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقح كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يخرجون في آخر الزمان ثم يهلكون بعد زمن زمن قصير بدعاء أهل الإيمان، يهلكهم الرب عز وجل بعد أن خرجوا من كل حدب ينسلون، بعدها تكون الساعة قاب قوسين أو أدنى. هذه القصة ما ذكرها الرب عز وجل إلا ليعظ الناس بأن هذا الأمر قد اقترب، واقترب الوعد الحق، أي انتبهوا أيها الناس، السد قد بني والسد يحفر كل يوم، وإذا جاء الوقت الموعود فإنهم سيهدمون السد وسيخرجون في الأرض، من سينجو أمامهم إلا من استعان بالله جل وعلا. حتى من مات على إيمانه وعلى دينه فهو على خير، لكن من مات على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتن. معنا قصة أخرى من قصص القرآن، وهذه القصة يعرفها الكثيرون ولكن للأسف لا يعتبر منها إلا الأقلون. قصة من؟ إنها قصة قارون، وإذا ذكر قارون تذكر الناس المال والذهب والفضة والخيرات، خيرات الدنيا. إنها قصة قارون ابن عم موسى عليه السلام، نبي الله موسى له ابن عم اسمه قارون، وقيل أنه كان رجلا صالحا ثم كفر، وقيل غير ذلك، لكن هذا الرجل كان يحسد موسى عليه السلام حسدا كبيرا، لأن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام حب الناس له، وأعطاه العلم والإيمان والتقوى والصلاح. أما قارون على كثرة أمواله فإن الناس لا يتزلفون منه إلا ابتغاء المال ولا يحبونه لذاته أبدا، فحسد قارون موسى عليه السلام
أعطى الله عز وجل قارون أموالا عظيمة جدا، كنوز وذهب وفضة ومجوهرات، وعنده قصور وعنده أشياء عظيمة جدا، حتى يقال أن له مفاتيح، مفاتيح كنوزه. شوف مو الكنوز، مفاتيح الكنوز لا يحملها 40 بغل، 40 بغل لا يستطيع أن يحمل فقط مفاتيح الكنوز. شنو الكنوز اللي عنده إذن؟ وكم حجم أمواله؟ إذا كانت المفاتيح لا تحملها الدواب والرجال الأقوياء والبغال الأشداء لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز، كيف إذن كانت أمواله؟ وكم كان حجم ثروته؟ اسمعوا إلى قصة قارون. قارون كان يعيش في زمن موسى عليه السلام، وكان يحسد موسى حسدا شديدا، فظلم موسى عليه السلام، وأهل الإيمان كانوا ينصحونه، وموسى كان ينصحه بما أنه كان منهم، كان من بني إسرائيل، وكان موسى ينصحه وأهل الإيمان يذكرونه، مع هذا ما كان يتذكر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعجز عنها المفاتيح، العصبة أولي القوة يعجزون عن حمل مفاتيح كنوزه. تخيلوا القصور، تخيلوا الذهب، تخيلوا الفضة، تخيلوا المجوهرات، تخيلوا الثياب، تخيلوا شنو عند هذا الرجل من أموال، وماذا عنده من كنوز. أهل الإيمان نصحوه فقالوا له: لا تفرح، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني اصنع ما تصنع، لكن إياك والبطر، إياك والأشر، إياك وأن تفرح فرح المتكبرين. لا تغتر بمالك، ترى مالك راح يزول يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. ترى الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. اسمع يا من تحلم بالملايين، ويا من أغلى أمنياتك أن تكون من أثرى الناس، أثر أثريائهم، يا عبد الله فكر، ترى الفرح ليس بهذا، والنعمة الحقيقية ليست بتلك. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم نصحوه وقالوا له: حنا ما نقول لك المال هذا كله تنازل عنه، لا، حلال عليك، خلى عندك هذه الفلوس، ومو حرام الواحد يكون غني ويكون ثري، لكن ابتغي بهذا المال وجه الله عز وجل، لا تنسى الفقراء، لا تنسى المساكين، أدي الزكاة، تصدق على المساكين، الله راح ينمي مالك، ثم بعد هذا يعني تسعد بهذا المال، ما بقي منه سوف يبارك فيه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب وبعدين؟ بس أتصدق وأفعل الخيرات ومشاريع الخير وما استانس بفلوسي؟ لا، ما حد قالك لا تستانس، استانس وتمتع لكن بالحلال. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف الموعظة البليغة، ترى الله هو الذي أحسن إليك، أنت جئت إلى الأرض معدوما، ما تملك ثياب، حتى جئت على وجه الدنيا لا تملك شيئا، كم أحسن الله إليك. ترى هذه المال مال الله، هذه الأراضي لله، والعقارات لله، والعمارات لله، والأرصدة في البنوك، يا عبد الله ترى هذه كلها من الله، الله هو الذي أحسن إليك. طيب أحسن، أحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض،
إن الله لا يحب المفسدين. إياك أن تبحث بمالك عن الفساد من زنا وخنا وشرب الخمور وفعل المحرمات والمنكرات. كم من الناس إذا أغناه الرب يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى للأسف كثير من الناس يطغى في الأرض. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. يعني أعظم من الذئب على الغنم شنو؟ قال: من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال، حرص الناس على المال وحرصهم على المناصب والشرف أشد على دينهم من الذئب على الغنم. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. بعد هذه الموعظة البليغة تتوقعون السوى؟ شوف الرد القبيح. قال: شفت أموالي هذه كلها، الكنوز والذهب والفضة والقصور والمجوهرات، ترى هذا كله بشطارتي، ترى هذا كله بقدرتي، ترى من قال لكم أن الله اللي أعطاني إياه؟ أنا اللي جبتها بعرق جبيني، بعد ما جمعتها أتصدق فيها، بعد ما جمعتها أنفقها في الخير. ليش؟ كل هذا بقدرتي وشطارتي وقوتي. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وقال بعض المفسرين: الآية مقصود فيها أي لأن الله يعلم عني أنني أستحق المال، أعطاني كل هذا المال لأني أنا يعني أستحق واستاهل، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني لأني أستاهل لأني أستحق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. شوف والعياذ بالله، الغافل الضال على بال أن المال هذا دليل على أن الله يحبه وأن الله أكرمه لأنه يستحق وأنه يستاهل، عشان كذي الله أعطاه المال. والغبي ما شاف الأمم السابقة كيف أهلكها الرب عز وجل وكانت صاحبة غنى وثراء. ما يذكر قوم عاد سوى الله فيهم، ما يتذكر قوم نوح ماذا فعل الله بهم، ما يتذكر الملوك والعظماء وأغنياء الأمم السابقة كيف أهلكهم الرب عز وجل. ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يشوف الأمم السابقة شنو صار فيها؟ كم من أمة أهلكها الرب، كم من غني دمره الرب، كم من ثري سلب الله عز وجل ماله. ألم يرى ماذا حدث في الأمم السابقة؟ لكن الأعمى عمل بصيرة وليس عمل عين، عمل قلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. جاء اليوم الموعود ليخرج قارون، وكان لا يخرج من بيته إلا قليلا، وكان إذا خرج في بعض المناسبات المعدودة، يوم العيد، يوم الزينة أو غيرها من المناسبات، كان يتزين، يتجمل، كان يلبس أحلى الملابس، وكان يفعل يعني ما يفعله الأغنياء والأثرياء، ولكن حسده لموسى أعمى بصيرته وبصره. خرج في ذلك اليوم يوم الزينة، والناس ينظرون إليه، والناس يشاهدون ملكه، فإذا به ينظر إلى موسى عليه السلام الناس الذين حوله أكثر من الناس الذين حول قارون. تعجب قارون، هذا الفقير المسكين اللي ما عنده شيء يأكله، الناس حوله، وأنا الغني الثري، الناس اللي حولي قليل. فحسد موسى، ايش سوى؟ ذهب إلى امرأة
من البغايا جاء بها قارون، فقال لها قارون، قال ما رأيك لو أعطيتك مالا كثيرا، أعطيك فلوس وأموال؟ فقالت له وماذا تريد مني؟ يعني نظير هذه الأموال اشتبي مني. قال لها أن تتكلمي بموسى وتتهميه بأنه زنى بك. هذا الرجل الصالح اللي مسوي نفسه نبي واللي مسوي نفسه يعبد الله، أريد منك أن تتهميه بالزنا ولك ما تشائين من الأموال. قارون يوعدها، من يحلم بأن قارون يشوفه أو قارون يكلمه؟ هذا قارون يواعدها بالأموال والذهب والفضة والمرأة ضعيفة وهي بغي من البغايا. فذهبت المرأة وموسى يحدث الناس ويعظ الناس وينصحهم ويذكرهم، فجأة جاءت المرأة وموسى خطيب يخطب في الناس، صرخت المرأة وإذا بها تصرخ والناس يلتفتون وموسى يسكت. ايش فيها المرأة هذه التي تصرخ؟ تصرخ وتستغيث وتقول أيها الناس هذا الذي ينصحكم ويعظكم ويدعي بأنه رجل صالح، هذا الرجل قد زنى بي. فإذا الناس يتكلمون وإذا الناس يلتفتون، ما في مرة تقول هذا الكلام عبث، أكيد صاير شيء، أكيد بينها وبين موسى، موسى اللي مسوي نفسه رجل تقي وعابد وصالح أكيد مسوي شيء معها. وإذا بالناس يتكلمون ويتحدثون، وموسى عليه السلام ماذا سيفعل الآن؟ قال أنا؟ قالت نعم. أتنكر هذا يا موسى؟ أتنكر أنك أتيت وفعلت وفعلت وفعلت؟ فإذا بموسى عليه السلام يضيق صدره ويغتم ويهتم أمام الناس، الآن يشوفون موسى عليه السلام شيء بيسوي. وقارون فرح الآن بهذه المؤامرة، فقام موسى عليه السلام وصلى ركعتين، فلما صلى ركعتين دعا الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء، ثم جاء إلى المرأة البغي فقال لها، قال أستحلفك بالذي فلق البحر لي، أأنا فعلت معك كذا وكذا؟ فخافت المرأة. نبي الله يقول هذا الكلام، قال أستحلفك بالذي فلق البحر لي وأنزل التوراة وذكر من صفات الله ما ذكر، أأنا فعلت معك كذا وكذا؟ والناس ينظرون. فإذا بالمرأة تبكي وتقول لا والله ما مسستني ولا مسستك. فقال موسى ما الذي دعاك لفعل هذا؟ قالت قارون، والناس يسمعون، قارون حملني على أن أفعل كذا وكذا بشيء من المال. فبكت المرأة واستغاثت بالله وطلبت من موسى عليه السلام أن يحللها، فحللها موسى عليه السلام واستغفر الله لها. الآن المرأة انكشف أمرها، والناس عرفت أن قارون بدأ يكيد المؤامرات على من؟ على موسى عليه السلام. فخرج موسى وخرج قارون في يوم الزينة والناس ينظرون، وقال موسى لقارون، قال ما حملك على فعلك كذا وكذا؟ قال الناس يلتفتون إليك ولا يلتفتون إلي. قال ما رأيك أن نخرج أمام الناس؟ موسى عليه السلام متعود مثل فرعون، قال موعدكم يوم الزينة، خل أتحداك أمام الناس. فطلب موسى وقارون أن يتحديا أمام الناس، فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله جل وعلا، وقارون يريد أن يهلك موسى عليه السلام وأراد أن يبغي عليه. فخرج قارون في زينته والناس ينظرون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا. لما الناس شافت قارون، الآن يوم التحدي، من يغلب موسى ولا قارون؟ الناس لما شافت قارون ضعاف الإيمان ايش قالوا؟ شافوا الزينة والذهب والفضة والقوافل التي تسير والملك العظيم، ضعاف الإيمان لما شافوا هذا المنظر ما همهم موسى، همتهم الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مثل بعض الناس لما يشوفون العمارات والفلل والقصور دائما قلبهم معلق بالدنيا، ما يهمهم الآخرة، بس يبون يحصلون على الدنيا فقط، لا هم لهم في الآخرة. أهل الإيمان الذين كانوا في حزب موسى عليه السلام ماذا قالوا؟
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال موسى تدعو أو أدعو أنا؟ يلا الآن بدأ التحدي والناس منبهرة بهذا الموكب العظيم. أخرج قارون كل زينته كل ملكه كل أمواله علشان يتحدى موسى. قال قارون أدعو أنا أول شيء أنا. فدعا قارون ودعا قارون ودعا قارون يدعو على من؟ يدعو على موسى. شوف من يدعو على من. فلم يجب له، ما استجاب الله له. فقال موسى الآن أنا أدعو دوري الحين. قال نعم أدعو. مثل ما بدأ فرعون السحرة بدأوا بتحويل العصي إلى ثعابين وحيات، الآن بدأ قارون بالدعاء ما استجاب الله له. دور موسى الحين. فقال موسى اللهم اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم، يا رب اجعل الأرض اليوم تطيعني. فأوحى الله إليه أني قد فعلت، الأرض لك يا موسى. فقال موسى يا أرض خذيهم يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قال خذيهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فجيء بالكنوز والقصور والأموال فأقبلت بها حتى نظر كل الناس إلى كنوز قارون. ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا إلى الأرض السابعة، فاستوت بهم الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجنود والخدم والحشم والكنوز والقصور والذهب والفضة كلها تبتلعها الأرض، والناس ينظرون وينبهرون بدعاء موسى عليه السلام كيف نصره الرب عز وجل. ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ينصر الله فيها عباده. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وين الناس اللي يفتدون بأرواحهم؟ وين الجنود اللي كانوا يحمونه؟ وين الشعب اللي كان يتمنى القرب منه؟ كل الناس تركوه إلى الأرض تبتلعه. فلما اختفى هو وجنوده وكنوزه تحت الأرض السابعة، إذا بالناس يتكلمون، إذا الذين تمنوا ماله وملكه يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. المنفتنين فيه ايش قالوا؟ وي كلمة فزع، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعني سبحان الله، الرزق كله من الله، يرزق من يشاء ويضيق ويقدر على من يشاء. الحين تذكرتوا هذا الكلام؟ لما شفتوا كنوز قارون ما كنتوا تعرفون هذا الأمر، أن الرزق بيد الله وأن هذا الرزق لا يساوي شيئا في ملك الله جل وعلا. لحظة يسلبه، لحظة يعطي الناس، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فإذا بهم الآن تذكروا والآن فهموا، ثم قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أن الله من لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الناس جميعا تلك الدار الآخرة، الله عز وجل يقولها لأن الناس أيقنوا بها جميعا، تلك الدار الآخرة. الدار ليست قصور الدنيا ولا ملك الدنيا ولا أموال الدنيا، الدار الحقيقية في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
أرأيتم كيف كان مصير أغنى أغنياء الأرض وأثرى أثرياء الأرض؟ أي سعادة حصل عليها بماله؟ كلا والله. شفت المنفتنين لهذه الأموال والكنوز إيش صار فيهم؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لو كنا مع قارون دخلنا تحت الأرض معاه. كم من غني ثري في الأرض اليوم يخسف به كل يوم بهم وغم، مصائب تترى، لا ينام الليل إلا بحبوب، ربما يمشي بأغلى السيارات ويركبها لكنه لا يشعر بالسعادة أبدا، يأكل أحلى الطعام، يسافر إلى كل البلاد، يلبس أغلى الثياب، يعاشر من شاء من النساء، يفعل أي شيء، لكن السعادة بعدها عنه كما بين المشرقين، لا يشعر بسعادة ولا هناء. وكم من فقير في الأرض اليوم، كم من رجل ربما لا يملك كسرة خبز يأكلها لكنه أسعد الناس، لأنه يذكر ربه ويعبد الله ويرضى بقدره وقسمه. أرأيتم كيف فعل قارون عندما حسد موسى عليه السلام وأهل الإيمان؟ أرسل امرأة بغيا لتفتري على موسى، المال يسوي كل شيء، وهؤلاء الخبثاء المجرمون مستعدين يدفعون ملايين والكنوز علشان فقط يلوثون سمعة أهل الإيمان والدعاة إلى الله جل وعلا، لا يراعون شيئا ولا يهتمون ولا يزنون للدين أي وزن ولا يجعلون له أي اعتبار. لكن الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا ولا كبرا ولا فسادا في الأرض. والعاقبة لمن؟ للمتقين دوما وأبدا. إياكم أن تغرنكم الحياة الدنيا، فالدنيا متاع زائل وهي ممر لا مقر، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لا تنس نصيبك من الدنيا فيما أحل الله لك، لكن إن أغناك الله عز وجل أحسن كما أحسن الله إليك. قصة فيها من العبر ما لا نستطيع أن نحصيه، ولكن بهذا القدر كفاية. وكلما قرأت قصة قارون مرة أخرى تعتبر عبرة أخرى. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. وقصة أصحاب القرية، هذه قصة أيضا من قصص القرآن التي فيها الحكم وفيها العبر. والقرآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا ينبغي أن يقرأه الإنسان هكذا هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل، بل يقرأه بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قصتنا اليوم مع عبد صالح. هذا العبد الصالح اسمه لقمان، كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان، بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان. وهذا الرجل كان رجلا فقيرا، كان عبدا حبشيا نجارا، كان قصيرا أفطس الأنف كما قال عنه جابر بن عبد الله. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة، من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما، ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء، فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا. أما هذا الرجل فقد كان مملوكا، وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها. هذا الرجل اسمه لقمان، وسمي الآن لقمان الحكيم. سئل يوم من الأيام: كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله، قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني، ذاك الذي صيرني إلى ما ترى. قالوا كان نجارا، قالوا كان خياطا، قالوا كان راعيا، المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا، ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله، أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. ها هو لقمان رحمه الله يعظ ابنه، يجلس معه يربيه. كم من الناس اليوم أعطاه الله علما ودينا وفقها لكن لا يربي أولاده. كم من الناس من أعطاه الله عز وجل حكمة لكن لا يغرسها في أولاده. التربية صارت هذه الأيام مفقودة، أن يجلس الأب مع ابنه أو مع أبنائه، يعلمهم، يؤدبهم، يذكرهم، ينصحهم، يعظهم. أين الوعظ في هذه الأيام للأولاد والبنين والبنات؟ أين الجلوس مع الأولاد وتربيتهم؟ قليل صار في هذا الزمن إلا ما ندر. ها هو لقمان رحمه الله يعظ ابنه وينصحه، انظروا ماذا يقول له. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء ينصح الأب فيه ابنه قضية التوحيد، أن يوحد الأبناء ربهم جل وعلا، ألا تعبدوا إلا الله. هكذا وصى الأنبياء أبناءهم، وهكذا وصى الصالحون أبناءهم، وهكذا لقمان الحكيم أول شيء يحذر منه ابنه قضية الشرك، لأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك، لو مات الإنسان وهو مشرك فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الشرك يأتي يوم القيامة، ربما يكون الإنسان قد عمل أعمالا صالحة كثيرة وأتى بالشرك الأكبر. تعرفون ماذا يصنع الله بأعماله؟ لئن أشركته ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا أول شيء يحذر لقمان ابنه منه قضية الشرك: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم على وجه الأرض الشرك بالله جل وعلا. وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه، كان يغرس فيه الحكم. يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو إن نجوت. يعني شوف الأسلوب في النصيحة الآن، يقول ترى الدنيا بحر، والبحر هذا أكثر الناس يغرقون، تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا، واملأ هذه السفينة بالإيمان، ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه، وهو التوكل على الله جل وعلا. يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال: يا بني. نعم يا أبي. قال: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال: يا بني. وكان شوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة، الرجل أفطس الأنف، الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك، يجلس مع ابنه يقول: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. شوف أنا الفقير اللي ولا شيء، شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمع الكلام مني، بل الملوك يستشيروني، لأن الله أعطاه حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. شوف، ولهذا سمي لقمان الحكيم، عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا. أول شيء نصح ابنه كما ذكرت، نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك. طيب بعدين أخذ يذكره ببر الوالدين، بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بعد العامين يفطم الرضيع. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
صج أعظم ظلم في الأرض الشرك، لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيعهما، لكن بعدين لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تغلظ عليهما، فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك. لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك، لكن عاملهما أحسن معاملة. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والابن يسأل أباه، والأب يعطيه من الحكم والمواعظ. من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم؟ من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها؟ يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة؟ من؟ الابن يسأل أباه، يقول له: يا أبتي. نعم يا بني. يا أبتي، أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس، كيف يعلمها الله؟ الله شلون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني، كيف يعلمها الله جل وعلا؟ فرد الأب على ابنه: يا بني، يا بني، إنها إنتك مثقال حبة من خردل، إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شو تقول أنت يا بني؟ الله ما يشوفك؟ والله لو حبة، حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا، في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض، فإن الله عز وجل سيأتي بها. تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب؟ هذا الطفل يسأل. كم من الأولاد اليوم ما يدرون، يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب، يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي، يغلق الباب ليفعل ما يفعل. ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان، في السر والعلن، في النور والظلام، في الخفية والعلن، الله مطلع على سرك ونجواك يا بني. من فينا يجلس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفائك أنت أيها العاصي، لا، لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله، بل ويأتي بها. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف، يعلم ما دق من الأمور وما خفي، خبير مطلع على كل شيء جل وعلا. ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين، وسأله ابنه في العقيدة، في الإيمان بالله، بدأ الآن بالعبادات. أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا، أعظم العبادات العملية. علموا أبنائكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. شوف الأب اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معه، يعلمه، يوري الصلاة، يأخذ معه المسجد، يعلم الركوع، السجود، يعلم الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه، علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي، يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه، شافه تسجد سجد معاها، شافه تركع ركع معاها. تحببه الأم بالصلاة، يحببه الأب بالصلاة، فإذا كمل عشر سنوات، ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة. يا بني، شوف لقمان ماذا يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة. ما قال صلي، أقم الصلاة، صلي صلاة كاملة، خشوع بخضوع، تعال مبكر، تجهز للصلاة، صلي صلاة كاملة. يعلم ولده الصغير الصلاة. بعد ما أدى ولده العبادات، وحد الله، استقام إيمانه، استقامت عبادته، انتقل معه إلى المرحلة الثالثة. مو بس أنت، علم غيرك، علم أصحابك، علم الناس،
أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف، أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه. ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا حسرة على الرجال، وأسف على الدعاة الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أين هم الآن؟ أين أبناؤهم؟ أين الأجيال التي بعدهم؟ أين من ربوا؟ أين تلاميذهم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس، أركان الخمس، قالوا السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان. يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر لابد أن يبتلى، لابد أن يؤذى، لابد أن تأتيه المصائب والعقبات. متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له، ما يصير، لازم في أعداء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. تمنت أحسن من النبي؟ النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته، نهى عن المنكر عادته الناس، طبيعة البشر. ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شو يقول له؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابك. ربما تسب، ربما تشتم، ربما تضرب، ربما تسجن، ربما تعذب، ربما تجر على الأرض، ربما تجلد، ربما يسلب مالك، ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك، لكن اصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. طيب صار الإنسان داعية، الداعي شنو يحتاج إليه؟ يحتاج يكون خلوق، صار موحد وبر والديه، صار عابد أدى الصلوات والأركان والعبادات، صار داعي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس. يحتاج هذا الداعي إلى شيء مهم. شنو يحتاج؟ يحتاج إلى أخلاق. تبي تنشر دينك بين الناس؟ تبي تنشر دعوتك بين الناس؟ خلك متواضع، لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك، لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر، كأنك شايف نفسك، كأنك مغرور. تواضع للفقير، للمسكين، للسائل، للمحتاج، لا تنهر، لا تغلط في الحديث، كن مؤدبا مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط، كل اللي سويته يروح عليك. كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر، كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله، لأنه مختال، لأنه فخور، لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح، لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله، يمكن تسأله ولا يجيبك حتى. الناس ما تحب هذا، الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع. ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولهذا علم لقمان الحكيم ابنه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني كبرا وغرورا وبطرا. تصعر هذا مرض، مرض كان يصيب الإبل فتلوي أعناقها، يعني أصل مثل الإبل اللي يصيبها هذا المرض، فكانت تلوي أعناقها، ما تمشي سيدا، تمشي وأعناقها تلتوي، مثل بعض الناس اللي يمشي وما يطالع اللي يمينه، ما يطالع الناس اللي تنادي أو تكلمه، يلف عنهم متكبرا مختالا فخورا. لا تكن هكذا مثل هذا الإنسان. ثم قال له: إذا مشيت مشيت، امشي باعتدال، لا تمشي متهاونا ميتا متماوتا كأنك يعني الخاشع اللي تسوي نفسك متنسك، ولا تمشي تركض، لا، خليك معتدل كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي كأنه يتحدر من صبب. كان يمشي صلى الله عليه وسلم باعتدال، لا يتماوت
كما يتظاهر بعض المتنسكين، لا اقصد في مشيك، وإذا تكلمت لا ترفع صوتك، ترى كن متوسطا بالصوت أفضل. بعض الناس صخاب في الأسواق، يرفع صوته صارخ في كل مجلس، وكلما جلس مجلس يتكلم بصوت مرتفع الناس تضحك عليه. كن مؤدبا محترما وصوتك معتدلا ومشيك معتدلا. واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أي أن هذا الحيوان مكروه ومبغوض، وإذا نهق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه رأى شيطانا هذا الحمار. وشبه لقمان الحكيم هذا الصوت بهذا الحيوان لأنه مبغوض، لأنه مكروه. فلا ترفع نفسك تكون صخابا في الأسواق، إذا جلست مجلس تكلم باعتدال. طبعا هذا يختلف عن خطيب المنبر أو منادي الجيش أو الإنسان الذي ينادي بالمؤمنين كالأذان أو غيره، لا، ما نتكلم عن هذه الحالات الاستثنائية. لكن في المجالس العامة العادية وفي الأسواق وفي جلسات الإنسان مع إخوانه وأصحابه لا ترفع صوتك زيادة عن اللازم، ومشك كن معتدلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان الحكيم من فتح الكتب وقرأ حكمه، حكم كثيرة تترى في الكتب منثورة في المجلدات. حكم من؟ لقمان الحكيم، إنسان عادي بسيط كان مملوكا، عمله عمل الإنسان البسيط جدا، يعيش في السودان بين السودان ومصر. هذا الرجل كان من أعظم الناس علما وحكمة وإن لم يكن نبيا. نسأل الله لنا وله الرحمة وأن يجمعنا به في الجنة، فنسمع بعض حكمه وبعض آدابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا قصة أخرى أيضا، قصة مشهورة معروفة عند كثير من الناس، لكن أخذها بشيء من التفصيل، نعيش أحداثها. قصة قوم كان يعيشون في اليمن، وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القحط والمجاعة، ويتقاتل الناس على المياه. وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ. ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم؟ اسمعوا إلى قصة قوم سبأ. ليش سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ، وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب، أول من اتخذ طريقة السبي هم، وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ. لا يهمنا أصل الاسم، ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم. قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه، فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة، امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس، ذهبوا إليها يتحاكمون إليها، أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس، فقالت لهم إنكم لا تطيعوني، أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني، ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم، ما راح. قالوا بل سنطيعك، مرينا بأمر نأتمر به، قولي إيش رأيك. فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا، فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر، يحجز الماء، ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات توزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق. ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا، وإذا بالناس يتشاركون في بنائه. ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار، لأن الماء موجود طول السنة، الآن طول السنة الماء لا ينقص، الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة، فإذا بالخيرات تزيد، وإذا بالمزارع تقوم، وإذا بالأشجار تنبت، وإذا بالثمار، وإذا بالخيرات. فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان، ثراء وغنى وأموال وخيرات، بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات، بل كانت المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات، ما تفعل. ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها، تحمل المكتل
وتمشي تحت الأشجار، بس تمشي مشي، تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل وتخرج. يا الله، أي خيرات تتساقط على الأرض، ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة، وما من محصول يفسد جزء منه، كل المحاصيل فيها جزء يفسد، إلا قوم سبأ أبدا، بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثراء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا. كل الأمم تتكلم عن سبأ. جنتان عن يمين وشمال، جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال، تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة، يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات، لا ترى إلا الثمار. ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا، تمشي وتأكل من أي مكان شئت. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. ليس هذا فقط، كانوا إذا أرادوا السفر إلى الشام، إلى جهة الشمال أو إلى جهة مكة، إلى جهة المشرق، إلى جهة أي مكان يريدون أن يسافروا إليه، ما كانوا يحتاجون لا زادا ولا يحتاجون إلى رفقة تؤمنهم. ليش؟ كان كل الطريق قرى، تخيلوا السفر كله قرى، كل ناس. ليش؟ لأن القرى أصلا لا تتجمع إلا في مواطن الماء والثمار والزروع، عادة الناس ما تبنى قرية إلا إذا كان في خير، ماء في زرع في شيء يجتمعون حوله. طيب إذا كانت سبأ وما حولها كلها زروع وكلها ثمار وكلها خيرات، الناس في أي مكان يجلسون، الواحد يحط بيته في أي مكان، إذن المسافر ما كان يخاف لأن البلد كلها ناس أمن وخير. وطبعا الناس ليش يتقاتلون؟ لأجل الخير، الخير موجود، فما كان أحد يقتل أحدا، أمن انتشر في كل البلاد. شيء ثاني، ما كان أحد إذا سافر يحمل زاد، ما حد فيهم يشيل زاد وياه، يمشون ويأكلون، أي مكان يريد الطعام موجود، يريد الماء موجود. تخيلوا أي خيرات تلك، حتى اليوم يمكن ما في مثل هذا، حتى قالوا أن الواحد يسير 4 شهور لا يخاف أحدا ولا شيئا ولا يحمل معه أي زاد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل القرى التي باركنا فيها يعني الشام، يعني من سبأ في اليمن إلى الشام كله كان خير، يعني ببركة سبأ صار الخير والقرى المتناثرة والناس متوزعين من اليمن إلى الشام. تخيلوا 4 شهور يسافر الواحد لا يحتاج زاد ولا يخاف أحد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا الله، أي نعمة تلك، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا طلب الله منهم؟ ماكو شيء، ما طلب الله منهم شيء، بس قال لهم كلوا واشربوا وتمتعوا استانسوا سووا كل شيء، لكن اشكروا ربكم، اشكروا لله، اعبدوا الله جل وعلا. مو مطلوب منكم شيء، مو مطلوب منكم تذبحون نفسكم، مو مطلوب منكم أنكم ما تأكلون لا تشربون، لا لا، كلوا واشربوا وتمتعوا هنيئا لكم، لكن بشرط واحد، اشكروا لله جل وعلا. هل شكروا لله جل وعلا؟ تدرون ايش سووا؟ ملوا النعمة. في إنسان يمل النعمة؟ أعوذ بالله، والله هذا هو العمى، إن الإنسان من شدة النعم ومن كثرة النعم يمل، يمل من كثرة الصحة، يمل من كثرة الأكل، يمل من كثرة الأموال، بس فلوس خلاص من كثرة أمواله ينسى شكر ربه. بل تدرون ايش سووا قوم سبأ؟ من ظلمهم وطغيانهم وفجورهم رفعوا أيديهم إلى السماء فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملينا، نسافر ما في مشقة، نسافر ما في تعب، نسافر ما في جوع، ما في خوف،
يا رب بعد بين أسفارنا خلنا نتعب شوية. هذه هي ما يسمى، هذا ما يسمى كفر النعمة. ليش تكفر نعمة الله جل وعلا؟ اشكر ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. لو الإنسان أو الأمم هذه والأغنياء والأثرياء والمجتمعات التي فيها طعام وشراب وأمن لو شكرت ربها لزادها الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن للأسف الذنوب تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ذلك قال الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ازداد عندهم الظلم، ازداد عندهم الفجور، ازداد عندهم الطغيان، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول وأخذ يدعون ربهم: ربنا، كما دعا قوم قريش، قالوا: أنزل علينا حجارة من السماء. هكذا دعا قوم قريش، وهكذا دعا قوم عاد وهود، هكذا دعا قوم صالح. كل الأمم التي أهلكها الرب دعت على أنفسها. قوم سبأ دعوا على أنفسهم، فقالوا: ربنا، ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم وأعرضوا عن الله جل وعلا. تعرف الله سوى فيهم؟ أرسل في السد فأر، جرد، الجرذان بدأت تنخر في السد، فلما اكتشفوا بعضها ينخر في السد حاولوا قتلها، قاعدين يحاولون يقتلون الفئران، كلما رأوا فأرة قتلوها، لكن الفأرة أكثر مما يقتلون، وبدأت تدخل الفأر إلى داخل السدود وتنخر فيها. وهذا السد العظيم ما يدرون أن الفأر ينخره من الداخل. لم يرسل الله إليهم ملكا من السماء، ولا جيشا عرمرم، ولا حيوانات عظيمة مفترسة، لا، أرسل إليهم حيوانا حقيرا علشان يعلمهم حتى يؤدبهم الرب عز وجل. الفأر هذا مستواكم، لأنكم أعرضتم عن الله كل هذا الخير وتدعون على نفسكم وتعرضون عن الله ولا تشكرونه، أي كفر للنعمة هذه. ومستانسين ويأكلون ويشربون ويعرضون عن الله لا شكر ولا عبادة، والفأر ينخر والفأر ينخر والفأر ينخر. فجأة فإذا بهذا السد العظيم ينهار. تخيلوا السد داخله ماكو شيء، أجوف، فقط مظهر خارجي، وإذا به والماء ممتلئ. فجأة ينهار السد كله، والسيل بدأ يجتاح القرية كلها. قوم سبأ والناس تصرخ، وهذا يهرب وهذا يغرق. أرأيتم طوفان التسونامي الذي حدث قبل فترة؟ كيف أمر الله البحر أن يهيج قليلا، ماذا حصل في الناس؟ كم أمة بادت، كم ألف من البشر قتلوا. منظر رهيب، جندي الماء يأتي على الناس والسد ينهار والماء يفور، وإذا به يغمر البيوت والناس تموت، وهذا يصيح وهذا يهرب وهذا، وإذا بالزروع كلها تحلك. فما إن هدأ الماء وجف إلا رأوا خيراتهم ومزارعهم قد هلكت كلها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قالوا الأراك وثمرة البرير، يعني ما فيها شيء ما تؤكل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سدر فيه ثمر بسيط جدا يطلع مرة بالسنة وما يؤكل كثيرا يعني، ولا يشبع ولا يغني من جوع وكل شوك. ذلك جزيناهم، لما يا رب؟ لما بعد هذا النعيم تحول إلى نقمة؟ كل هذا الخير راح فجأة بلمح البصر، لما يا رب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، بسبب كفرهم، وهل نجازي إلا الكفور.
مو بس كذي، مزقهم الرب عز وجل لأنهم هربوا خلاص، صار في مجاعة في سبأ، كل واحد أخذ عياله اللي نجوا منهم وهل الذين بقي منهم، وخرجوا في الأرض يجوبون، كل واحد راح هاجر، هذا في الشمال، هذا في الجنوب، هذا في المشرق، هذا في المغرب، وين قوم سبأ الذين كان الناس يأتون إليهم لخيراتهم؟ وين اللي كان يخرج في السفر ما يحتاج إلى طعام ولا زاد؟ اليوم يموتون في الطريق، اليوم يهاجر الأب مع أبنائه لا يدري إلى أين يذهب، أي أرض تؤويه، وإذا بالأمم كلها تتحدث عنهم إلى اليوم، إلى اليوم حتى كفار قريش والسورة تنزل عليهم يعرفون من قوم سبأ، يعرفون شنو الله عز وجل فعل فيهم، لكن أين المعتبر؟ تذكرون لما دعوا على أنفسهم، لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، شنو النتيجة؟ فجعلناهم أحاديث، ما بقي منهم إلا الناس تتكلم عنهم. تذكرون قوم سبأ؟ تذكرون الأمة القوية التي أغناها الله؟ شنو صار فيها الآن؟ فلان اشتغل أجير عند الناس، وفلان مات أولاده جوعا، وفلان مسكين الآن يتسول من يعطيه مالا، وفلان مات أولادها، وفلان لم يبق له أب ولا أم. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الذي ينعم الله عليه ويصبر على طاعة الله ويشكر الله، هذا الذي يستفيد من هذه القصة. أغلب الناس اليوم للأسف شوف حالهم، كل ما تزيد النعم يزيد الظلم، يزيد البطر، تزيد الذنوب والمعاصي، ما يدرون إن قوم سبأ ليس عنهم ببعيد، ما يدرون. إبليس كان يظن أنه سيغويهم، وفعلا صدق ما كان يظنه إبليس فيهم، كان يخطط أن يغويهم وفعلا صدق ظن إبليس أغواهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. طبعا ليست كل القرية، كان في فئة مؤمنة لكن القلة، الغالبية كانوا ظالمين. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء هم قوم سبأ، أمة من الأمم بادت، أمة صار الناس إلى اليوم يتذكرونهم ويتحدثون عنهم، مزقهم الله كل ممزق، بعد ما كانوا أغنى الناس صاروا يتوسلون الناس فيطعمهم هذا ويعطيهم ذاك، بعد أن دعوا على أنفسهم ربنا باعد بين أسفارنا مزقهم الله كل ممزق، صاروا يتسولون الناس من يطعمهم ومن يسقيهم. قال أحد القائلين إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوب الجحيم وفاة النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم من أمة مثل هذه، كم من أمة كانت قائمة، كم من إمبراطوريات اليوم شعبها يسومون سوء العذاب، اليوم الناس يتوسلون الأمم يريدون الطعام والشراب ولا يجدونه، كم وكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قوم سبأ عبرة لمن أراد أن يعتبر. معنا قصة أخرى، قصة تسمى أصحاب القرية، قصة جميلة ذكرها الرب عز وجل بالقرآن وفصل فيها، وهذه في سورة ياسين، هذه السورة التي يحفظها كثير من الناس ويمرون عليها. اسمع إلى هذه القصة التي حدثت لقرية من القرى فيها، قرية من القرى يقص الله عز وجل علينا خبرها. يقول الله لنبينا: اضرب لهم، اضرب لكفار قريش هذا المثل، اضرب لي صفوان بن أمية قبل أن يسلم، ولي أبي بن خلف، ولي أبي لهب، ولي أبي جهل، ولكفار قريش وصناديدها، اضرب لهم هذا المثل، تلك القرية، وماذا حصل فيها، وماذا حدث معها، من أصحاب هذه القرية، وما الذي حدث لهم. قرية من القرى الله أعلم أين مكانها، قال بعضهم إنها أنطاكيا، وقال بعضهم غيرها، العلم عند الله. أرسل الله عز وجل إليهم رسل، وكلما جاءهم رسول كذبوه وكفروا به، حتى أرسل الله عز وجل إليهم اثنين مرة واحدة، رسولين، وهذا يحصل في الأمم السابقة، أن أكثر من رسول في قرية واحدة وفي أمة واحدة وفي بلد واحد، هذا يحصل. أرسل الله لبني إسرائيل ألوف من الرسل، هذه القرية أرسل الله إليهم اثنين من الرسل يتعاونون عليهم، لكن مع هذا كذبوهما، فأرسل الله عز وجل ثلاث رسل إلى قرية واحدة، شوف تخيلوا، ومع هذا انظر ماذا رد الناس على هؤلاء الرسل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاث رسل من الله جل وعلا إلى هذه القرية فقط، شوفوا تخيلوا، قرية واحدة وثلاث رسل، شردت القرية على هؤلاء الرسل، شوفوا الظلم، شوفوا العناد، شوفوا الكبر، رسول واحد كافي ترى، مع هذا أرسل الله لهم ثلاثة عشان ما يكون عندهم حجة، ومع هذا ماذا ردوا على الرسل؟ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، ماذا تريدون؟ تريدون ملائكة ينزلون عليكم؟ من أنتم عشان ينزلون عليكم ملائكة؟ ما أنزل الله ملائكة، رسل، كل الرسل التي أرسلها الله رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، معنى أنتم يعني الله رسل لكم ملائكة. لكن المعاند الكافر اللي ما يبي يؤمن يدور لأي عذر، شنو عذرهم؟ قالوا: أنتم حالكم حالنا، إيش حق نؤمن فيكم؟ إيش حق تصلون علينا رسل؟ أنت وبشر مثلنا، ليش نؤمن فيكم؟ وليش نتبعكم؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم ردوا عليهم وأكملوا تكذيبهم فقالوا: وما أنزل الرحمن من شيء. لا، الله الرحمن لا أنزل كتب ولا أرسلكم إلينا ولا أوحى إليكم، كل هذا كذب في كذب، إن أنتم إلا تكذبون. شوفوا العناد، وشوفوا الكفر، وشوفوا قلة الأدب مع الأنبياء والرسل. فرد الرسل عليهم وقالوا لهم: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يعني إحنا ما يهمنا أنتوا آمنتم ولا ما آمنتم، إحنا أهم شيء ويكفينا إن الله هو الذي يعلم هذا، يكفينا أن الله هو الذي أرسلنا إليكم، يكفينا أن الله عز وجل يعلم عنا أننا إليكم مرسلون، هذا يكفينا ترى، ما يهمنا أنتوا آمنتوا ولا ما آمنتوا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا، شوف أدب الأنبياء، وما علينا إلا البلاغ المبين. إحنا ما لنا علاقة، الهداية عند الله، إحنا نبلغكم أبلغ
وأبين بلاغ. أما الهداية إحنا ما لنا شغل، إحنا بس علينا نبلغكم بلاغ مبين. شرد عليهم الناس، شوفوا قلة الأدب الآن، شوفوا الآن التجرع على الأنبياء والرسل. تدرون إيش قالوا لهم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، حنا تشاءمنا منكم، أنت وناس مشؤومين. شوفوا تطيرون بمن؟ تشاءمون في من؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقولوا أنتم من أول ما جئتونا حنا متشائمين منكم، كل شيء سويتوا حرام، كل شيء سويتوا ممنوع، نفرتوا الناس عنا، منعتوا الناس من أن يأتونا، إنا تطيرنا بكم. قالوا إنا تطيرنا بكم. ثم انتقلوا إلى المرتبة الثالثة، أول شيء تكذيب، شيء ثاني استهزاء واحتقار، إحنا متشائمين فيكم. الشيء المرتبة الثالثة تبدأ مرتبة التهديد، طبيعة كل الأعداء أعداء الرسل. المرتبة الثالثة وصلوا الآن إلى التهديد، قالوا شوفوا إذا ما تقفون عن هذه الدعوة وما توقفون رسالتكم ترى راح نضعكم في مكان ونرميكم بالحجارة حتى الموت، نرجمكم. ومن أشد أنواع القتل القتل رميا بالحجارة، أو لمسنكم منا عذاب أليم، أو نعذبكم حتى تتركوا هذه الدعوة. اختاروا اللي تبون، إما تسكتون تقفون عن الدعوة، أو نرميكم بالحجارة حتى الموت، أو نعذبكم عذابا شديدا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. رد الأنبياء والرسل عليهم، شوف رد المنطق والعقل والحكمة، قالوا لهم ترى إذا صابكم شيء مو إحنا السبب، الشؤم مو منا، ترى العيب مو فينا، العيب فيكم أنتوا، أنتوا الكفار المسرفين، أنتوا اللي عصيتوا رب العزة. إذا أصابكم عذاب ونزل عليكم بلاء وأهلككم الله عز وجل، ترى مو بسبتنا إحنا، ترى طائركم معكم، يعني أنتوا العمل السيء معاكم بما كسبت أيديكم، بفعلكم السيء ينزل العذاب، مو فينا إحنا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سمع بهذا الخبر منه رجل كان قد آمن بأولئك الرسل، رجل اسمه حبيب النجار. حبيب النجار رجل مريض، رجل مريض مصاب بالجذام، يعني مسكين بروحه مبتلى، مع أنه مؤمن، مع أنه رجل صالح، مع أنه عابد، مع أنه آمن بالرسل، مع هذا كان مبتلى بالمرض، مريض بالجذام وفي بيته. وين بيته؟ بيته آخر مكان في القرية، آخر مكان في القرية ساكن فيه حبيب النجار. حبيب النجار هذا الرجل الصالح سمع بالخبر، وصل الكلام أن الرسل ثلاثة جوا حق قريته، لكن القرية كفروا بهؤلاء الرسل ولم يؤمنوا بهم. تدرون ايش سوى هذا الرجل المسكين العابد الصالح الذي كما يقال أنه مريض أصلا؟ أخذ يركض، يركض مو يمشي، وما عنده مركب، ما عنده دابة، ما عنده شيء يركب عليه، أخذ يركض بنفسه وهو أبعد مكان في القرية، أخذ يركض. ليش؟ وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أول ما وصل إليهم أخذ يدعوهم إلى الله جل وعلا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ترى لا يبون منكم فلوس، ولا يبون تحطون لهم منصب، ولا يبون الملك، ولا يبون الحكم، ما يبون شيء، ترى يبون بس هدايتكم، يبون أنكم تؤمنون بالله جل وعلا. شوفوني أنا، شوفوني أنا أول ما سمعت بالأنبياء والرسل على طول آمنت. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. شفتوا الأصنام اللي تعبدونها؟ والله لا راح تنفعني ولن تضرني بشيء ولن تكون شفيعا لي عند الله يوم القيامة، ولو فعلت هذا الذي تفعلونه
إني إذا لفي ضلال مبين. شوفوا الداعي الحكيم، رجل عابد صالح لكن ما يرضى بالكفر، ثم قال لهم: يا قوم إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا كلامي، اسمعوا دعوتي، اسمعوا حديثي، ترى آمنت بالله رب العالمين وآمنت بالرسل. تعرفون ايش سووا فيه؟ قالوا أنهم مسكوه أخذوا يطؤونه بأرجلهم على جسده، يدوسون عليه، سقط على الأرض ويضربونه ويدوسون عليه بأرجلهم. وقيل أنهم حفروا له حفرة وأخذوا يرمونه بالحجارة. يرمون من؟ ذلك العبد الصالح، وهم يضربونه ويرمونه بالحجارة ويقتلونه. تدرون ايش قاعد يسوي؟ رافع يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي وأصلح قومي، اللهم أدخل الهداية إليهم، اللهم اشرح صدورهم. وهو يقول: إني آمنت بربكم، وهو يقتل. فاسمعون، اسمعوا كلامي، اسمعوا دعوتي. قتل الرجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أدخل إلى الجنة، أدخلت روحه إلى الجنة. فلما دخل وشاف النعيم وشاف الأنهار والثمار، شاف مآله ومصيره بعد أن آمن بالله، تذكر من؟ تذكر قومه الذين قتلوه، قومه الذين عذبوه، قومه الذين آذوه، لكنه لا زال يرأف عليهم، لا زال يتمنى لهم الهداية، لا زال يتمنى أنهم يروا مصيره فيؤمنوا بما آمن به. فأخذ يقول: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت، يا ليت قومي يعلمون. قلبه على الناس اللي ذبحوا، سبحان الله، أي داعية هذا الرجل. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الآن مات الرجل، لكن السؤال: ماذا سيصنع الله عز وجل بهذه القرية الظالمة الكافرة الفاجرة؟ كفرت بالرسل وقتلت هذا العبد الصالح الذي دعاهم إلى الله جل وعلا، هل سيرسل الله عليهم جندا من السماء ملائكة؟ لا، ما يستهلون. هل سيقيم الله عز وجل الأرض ولا يقعدها عليهم؟ لا، مو كفو هذيل. طيب شلون الحل وياهم؟ جبريل، يا جبريل صح عليهم صيحة واحدة بس، هذيل أقل وأهون وأحقر من أن نرسل إليهم جنودا من السماء مجندة. لا لا لا، جبريل بس بنفسه، وش يسوي؟ بس يصير صيحة واحدة وشوف إيش راح يصير فيهم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. شنو الحل؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خلعت الأفئدة عن الأجساد، صعقهم جبريل بصيحة واحدة صعقة فلم يبق منهم حيا واحدا. أين الشيوخ؟ أين النساء؟ أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين الأطفال؟ أين الحياة في هذه القرية؟ لم يبق فيهم حيا واحدا، صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا الله، ما أشد هذه الصيحة، يا الله ما أعظم هذه الصيحة التي قطعت قلوبهم وخلعتها من أجسادهم. أي صيحة هذه التي لا يستطيعون أن يحتموا بها ولو بأصابعهم ولو بأيديهم ولو بدفن رؤوسهم في الرمال؟ صيحة خلعتهم جميعا وقتلتهم ولم تبق منهم حيا واحدا. ثم لما أهلكهم الرب عز وجل يقول الله فيهم: يا حسرة، يا حسرة على العباد. إي والله يا حسرة عليهم، لو آمنوا ما صار فيهم شيء،
لو آمنوا لسعدوا في الدنيا والآخرة، لكن يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هم وغيرهم من الأمم الذين جاءهم الرسل فاستهزأوا بهم فأهلكهم الرب عز وجل. شنو الحل؟ نطيع الرسول. شنو الحل؟ نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا بالأمر أي شيء يأمرنا به نستجيب له، وأي شيء ينهانا عنه ننتهي عنه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأن نطيعه ونطيع نبيه فيما أمر، لا نعصي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا نعصي قبله ربنا جل وعلا أبدا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. عبرة بهذه القصة لقرية عصت الرسل، كيف أهلكها الرب عز وجل؟ أين الدعاء؟ أين المصلحون؟ أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ وإن قتلوا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أين الذين يركضون ويسعون في مصلحة الناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ أين الذين يسعون في الأرض إصلاحا ونهيا عن الفساد؟ أين هم كما فعل هذا العبد الصالح؟ حتى وإن قتل بعد قتله يرأف لحال قومه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة وما فيها من العبر. وقصة الفيل. هذه قصة ذكرها الرب عز وجل في القرآن وفي سورة غافر بالتحديد، قصة تتعلق بقصر فرعون وما حصل في ذلك القصر زمن موسى عليه السلام. هذا القصر قصر الظلم والبطش والكبرياء والطغيان، كان يقتل فرعون الأبناء ويستحيي النساء ويستعبد الناس، واستعبد بني إسرائيل زمنا طويلا. الفراعنة القبطيون استعبدوا بني إسرائيل زمنا طويلا، لأن لما يوسف عليه السلام صار وزيرا في مصر وجاء بإخوانه الأسباط صار لبني إسرائيل شأن، وظلوا زمنا طويلا يحكمون، ثم جاء القبطيون وغلبوا عليهم فأذلوهم وساموهم سوء العذاب. وهكذا الفراعنة في مصر كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، حتى وصل الأمر إلى أن بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون وأرسل معه هارون أخاه، فدخل على فرعون فقال فرعون لقومه بعد أن انتشر الإيمان والدين مرة أخرى في بني إسرائيل، وبدأ موسى عليه السلام يذكرهم بالله ويرجعهم إلى دينهم، فرعون خاف على ملكه فقال لوزرائه وحشمه ومستشاريه في القصر، وكلهم كانوا قبطيون، قال لهم: وقال فرعون ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى. يعني منو ماسكك أنت الحين؟ لو أردت أن تقتل موسى أحد يمنعك؟ روح اقتله. لكن كأن الناس تمنعه، كأن قاعد يقول خلوني أذبحه، خلوني أقتله، ولن تستطيعه يا فرعون، لأن الله عز وجل حافظ موسى، وأنت تعلم صدق كلام موسى وأن كلامه هو الحق، واستيقنتها أنفسهم لكن جحدوها. لما؟ لأن الظلم والطغيان والكبر والعناد ملأ قلب فرعون، فقال لمن حوله: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر، فرعون يخاف على دين الناس، فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى الآن خايف على دين الناس. أنت يا فرعون صار واعظ الحين، فرعون صار خطيب، صار مؤمن تقي عابد، عشان كذي خايف على دين الناس. يا الله، شوفوا كيف يلبسون على الناس، كيف يجعلون الظالم عادل والعادل ظالم، يجعلون الذئب يرعى ويحفظ الغنم. قال: إني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله، صار موسى هو المفسد وفرعون هو المصلح. فسمع موسى عليه السلام أن فرعون سيقتله الآن. الآن بدأت مرحلة التصفيح. لجأ موسى لمن؟ بنو إسرائيل كلهم ضعفاء، كلهم مساكين، شيوخ، لأن حتى الرجال ما عندهم، قتل الأولاد منذ زمن، لم يبق إلا الشيوخ والنساء والأطفال. قتل فرعون الذكور لما ولدوا، الآن ما بقي عندهم أحد، كلهم ضعفاء ومساكين. فإذا بموسى يلجأ إلى العظيم، إلى رب العزة. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. شوفوا النصر الآن بدأ، قصر فرعون بدأ ينهار الآن. شلون؟ زوجة فرعون آمنت بموسى وبرب موسى وبهارون فذبحها فرعون. ما شطت بنت فرعون آمنت بموسى عليه السلام وبدعوة موسى، فأيضا ذبحها فرعون. الآن الثالث بدأ الآن التمرد داخل القصر، مو بس بني إسرائيل، حتى أهل فرعون وآل فرعون بدأوا الآن يتمردون عليه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لم يكن من بني إسرائيل بل من الأقباط، من قبطي، أي من قوم فرعون، من قبيلة فرعون، ومع هذا كان يكتم إيمانه. ما كان يقول لهم ترى أنا مؤمن بموسى ودعوة موسى وأنت كذاب يا فرعون وأنت، لا، كان يكتم إيمانه. لكن أراد أن يدافع عن موسى، لما شاف المؤامرة الآن لذبح موسى عليه السلام بدأ الآن يتدخل علشان يغير رأيهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، ما قال موسى، ليش ما قال تقتلون موسى، سوى نفسه كأنه ما يعرف موسى عليه السلام لأنه يكتم إيمانه، فكأن الرجل لا يعنيه بشيء، ولكن كأنه يتدخل من باب العقل، من باب مصلحة فرعون، من باب مصلحة آل فرعون. وكان الرجل مؤمنا لكنه قد كتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، شنو ذنبه؟ خلي يقول ربي الله، شنو ضاركم؟ شوف الآن الرجل المؤمن الصادق التقي إذا أراد أن يدافع، والأمر في خطورة، دافع عن موسى وعند منه؟ عند فرعون. قال لهم يا جماعة قال لكم ربي الله، خلوا، شو يضركم من هذا الكلام؟ بعدين جاءكم ببينات، بآيات، بأدلة، جاءكم بالعصا وباليد وبغيرها من الآيات، اتركوه. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وبعدين شوف الآن بدأ يناقشهم بالمنطق، إما يكون صادق أو كاذب. بدأ بالكذب علشان يخفف العبارة، علشان يهدي الناس، عشان لا يقولون أنت وياه وأنت آمنت فيه. بدأ لو كان فرضا كان كاذب شي يصير، ولو كان صادق شي يصير. شوفوا الآن هذا يسمون السبر والتقسيم. قال لهم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، يتحمل الكذب اللي هو يعني فعله والذي كذبه، يعني حنش علينا الكذب يرجع عليه. لكن المشكلة إذا كان صادق، هني المشكلة. وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ثم أراد أن يعرض فرعون ومن مع فرعون بهذا الكفر والعناد والكذب والإسراف في الكفر. شوف إيش قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ترى الكذاب واللي مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي الله ما يهدي، الله يهدي الإنسان الصادق. ثم سكت، شافهم لا زالوا مصرين، رد لهم مرة ثانية. قال لهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ترى اليوم عندكم الجنود والقصور والخدم والحشم والأموال والخيرات، لكن تخيلوا لو ينزل علينا عذاب الله، من راح ينصرنا من عذاب الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون خاف،
خاف أن هذا الرجل الآن يأثر في الناس اللي حوله، يأثر في الوزراء، في المستشارين، في القصر بروحه، زوجته ما سلمت، خادمته ما سلمت، الآن وهذا يتكلم بهذا الكلام. قاطعه فرعون فقال له، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. كل اللي أقوله تشوفونه، واللي أنا أقوله هو الصح، ما أريكم إلا ما أرى، إعلام إعلامي، والصح اللي أنا أقوله والخطأ اللي يقوله غيري. كل اللي أقول لكم إياه هو الصح. شوف الدكتاتورية، شوف الجبروت والطغيان، شوف الكبر والعناد، ترى كل اللي أقوله هو الصح، وما تشوفون إلا اللي أنا أشوفه، وكل شيء أقول لكم هو الحق وهو الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد مرة ثانية المؤمن، المؤمن هذا في دين، ورجل تقي، ورجل قام إلى إمام جائر اللي هو فرعون، وما همه يقتلني ولا ما يقتلني. تدرش قال لهم بعدين؟ قال الذي آمن يا قوم، يا قوم إني أخاف عليكم. الداعية ما يستعلي على الناس، يأتيهم بأسلوب الرحيم الذي يخاف على الناس، مو يتهمهم ويقول لهم ترى أنتم في النار وأنا في الجنة، لا، شوف الأسلوب، الداعية الشفيق على قومه، الرحيم لهم. إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. منو؟ أي أحزاب تقصد؟ مثل دأب قوم نوح. ما تدرون شنو صار في قوم نوح؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. قوم نوح وعاد وثمود إلى اليوم الناس تتذاكرهم وتتناقل أخبارهم، شو اللي صار فيهم؟ نوح الطوفان أخذهم، قوم نوح، قوم عاد الريح أخذتهم، قوم ثمود الصاعقة دمرتهم. مو بس هذيل، والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. مو بس كذي، أنا خاف عليكم حتى يوم القيامة، يوم التناد، يوم هذا ينادي هذا، وهذا يستشفع بهذا، وهذا ينادي رحمة الله، وهذا ينادي على نفسه بالويل والثبور. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بيوسف عليه السلام أنه جاء، والناس كانت منهم من آمن ومنهم من كفر. فرعون بعد ما أخذ هذا المؤمن يذكرهم خاف الآن، كان ينادي هامان وزيرا، يا هامان. نعم يا سيدي. قال يا هامان أمرك بأمر، يبي سكت المؤمن هذا. ماذا تريد يا مولاي؟ قال ابني لي بناء، صرح، أريد بناء عظيم كبير. قال ما مواصفاته يا فرعون؟ قال أريد بناء عاليا شاهقا حتى أصل إلى أسباب السماوات، أبي أصعد إلى السماء، ابني لي. شوف الغباء، شوف الجنون، شوف الكبر، شوف الحماقة، أعيت من يداويها. يقول لي ابني بناء يوصل هذا البناء إلى السماء. قالوا له ليش؟ قال أبي أشوف إله موسى هذا. رأيتم إلى الجنون، إلى الغباء. قالوا أنا أدري أنك كذاب، لكن أبي أتأكد إله موجود ولا مو موجود. وقال فرعون يا هامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. الآن المؤمن شاف هذه الحماقة وهذا الجنون، وشاف الناس مو صوبة، قاعد يدعوهم ويذكرهم، لكن هم قاعدين يقولون لخلك على ديننا وما عليك من موسى، واترك هذا الأمر وكن مع فرعون. فرد عليهم الآن بقوة، الآن صار يعني يكشف الأمور شيئا فشيئا،
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. دعوة صريحة، ترى الدنيا ولا شيء، ترى القضية جنة ونار. ثم مرة ثانية يقول لهم ايش فيكم، أدعوكم للجنة وتجرون للنار؟ أقول لكم آمنوا بالله وتقولون لي اشرك بالله واكفر بالله؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ترى شوفوا الرب الذي أدعوكم إليه عزيز، ما يغلبه شيء ولا يغلبه أحد، هذا الإله العظيم الجبار الملك، وفي نفس الوقت ترى غفار. اللي بيتوب ترى الباب مفتوح والمغفرة بابها واسع كما بين المشرق والمغرب، حتى ينبههم ترى عزيز وفي نفس الوقت أيضا غفار، علشان لا يتجرؤون على الله وأيضا لا يئسوا من رحمته. ثم قال المؤمن لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. لما خلص انتهى من حديثه قال شفتوا هذا الكلام كله، ترى راح تتذكرون يوم من الأيام إما في الدنيا أو يوم القيامة راح تذكرون هذا الكلام كله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تآمروا على هذا المؤمن الموحد التقي العابد، أرادوا قتله فما سلطوا عليه، نجاه الرب عز وجل وخرج مع موسى إلى البحر وكان من أصحاب موسى لما مشى مع بني إسرائيل في البحر انشق لهم البحر، كان مؤمن آل فرعون معهم، نجاه الرب عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عبرة لمن واجه أمة ظالمة وقصرا فيه ظلم وطغيان وكان مؤمنا من بينهم، وبيت فيه فساد وفجور وكان الصالح فيهم، وقرية فيها فساد وظلم وفجور وشهوات وملذات محرمة وكان هو الملتزم الوحيد فيهم. لا تيأس، اصبر واثبت، لو هددوك لو أغروك فإن العاقبة للمتقين. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أغرقهم الله عز وجل في الماء في البحر ولا زالوا يتعذبون في قبورهم بالنار إلى يوم القيامة، هذا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون على النار كل فجر وكل عصر في قبورهم، شوف عذاب القبر. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. وبعد يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مع أنه من آل فرعون ومن أقرب الناس له من المقربين من حاشيته، ومع هذا كان مخالفا لهم، كان مؤمنا بموسى وهارون ونجاه الرب عز وجل، وأهلك الله فرعون وآل فرعون ومن مع فرعون وجنود فرعون، نبذهم في اليم وهو مليم. أما مؤمن آل فرعون انظروا إلى أسلوبه في الدعوة، انظروا إلى حرصه على قومه، انظروا لدفاعه عن موسى
والنفع عن عرضه والذب عن عرضه. انظروا إلى هذا الرجل المؤمن، ما يرضى واحد يتكلم على نبي أو على قائدنا في أو على قائدنا في الدعوة أو على الرجل العالم أو الرجل القائد المسلم، لا يرضى أن يتكلم عليه الناس أو الأعداء أو يتآمروا عليه. دافع عنه وذكر قومه بالله جل وعلا وذكرهم بالله، وما اهتم لأن فرعون أمامه، وما خاف لأن فرعون وجنوده حوله، استعان بالله فحفظه الله عز وجل. أيضا من المؤمنين في هذه الأمة أيضا أبو بكر، مثل مؤمن آل فرعون. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي يخنق قام إلى خانقه ودفعه وقال لمشركي قريش: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فضرب أبو بكر حتى كاد أن يموت رضي الله عنه وأرضاه. هو خير من مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون رجل كتم إيمانه، أما أبو بكر لم يكتم إيمانه، ولهذا شهد له الإمام علي بأن أبا بكر أشجع الناس. كل الناس كانوا يتخفون ويكتمون إيمانهم إلا أبو بكر دفع المشرك عن رسول الله ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ معنا قصة أخرى أيضا من أروع قصص القرآن، قصة تسمى أصحاب الجنة. رجل كان يملك ملكا عظيما، يقولون هذا الرجل كان باليمن، وهذا الزمن بعد عيسى ابن مريم، بعد عيسى ما جاء نبي، من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فترة ما جاء فيها أنبياء، وهذا الرجل كان يعيش باليمن على دين عيسى عليه السلام، وكان عنده جنة كبيرة، مزرعة كبيرة عظيمة جدا في اليمن، وكان يأخذ من هذه المزرعة قدر قوته، عند أسرة زوجة وعيال ثلاث أولاد، يأخذ قدر القوت ما يحتاجونه في السنة، والبقية كلها كان يتصدق بها، كان يفعل الخيرات، يطعم المساكين ويعطي الفقراء، رجل صالح، وأعطاه الله عز وجل جنة كبيرة، جنة عظيمة، ملكا عظيما، لأن الصدقة لا تنقص المال، والصدقة يبارك الله عز وجل في مال صاحبها، تزكي الإنسان وتزكي ماله وتنميه. وكان هذا الرجل الصالح يأخذ قدر الطعام الحاجة والباقي كله يتصدق فيه. مات هذا الرجل الصالح وترك ثلاث أولاد، الثلاثة أولاد لما ورثوا هذه المزرعة وهذه الجنة الكبيرة التي يأكل منها الفقراء والمساكين والمحرومون، لما ورثوا هذه الجنة، وانتبه هذه القصة الآن يقصها النبي على كفار قريش، يبي ينبه كفار قريش شنو صار في هذه الأمة أو هذه الأسرة وهذه العائلة، الله شنو سووا فيها، شنو سووا فيها. ورث الأولاد الثلاثة هذه المزرعة، فجلس الثلاثة مع بعضهم البعض فقالوا: والله إن المال لقليل. هذول الثلاثة الحين متزوجين بعد عندهم عيال، ورثوا مال أبيهم، قالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير، وأبونا يفعل كان يفعل كذا وكذا بالمال، وكان العيال قليل، أما الآن لا نستطيع. قالوا: إذا ما الحل؟ مع أنهم كاذبين، المال كثير والجنة كبيرة جدا وفيها أموال وفيها خيرات وفيها ثمار وفيها كل شيء تكفيهم وتكفي أولادهم وتكفي الفقراء، لكنه البخل، قبح الله البخل. قالوا: إذا ماذا نصنع؟ قالوا: أول شيء نصنع نمنع كل الفقراء والمساكين ما يدخلون علينا، حط حرس برا، نضع بعض الناس يمنعون أي فقير يدخل علينا. طيب بعدين؟ قالوا: نذهب كل يوم في الصباح نحصد الثمار قبل ما يجون لنا علشان لا نتورط فيهم، هذا اللي يأذوننا، هذا اللي مشكلوننا، خل نروح الصبح نحصد كل شيء، والفجر قبل ما أحد يدخل إلينا ويقول أعطوني من الثمار أعطوني من الحصاد. الثلاثة موافقين؟ نعم الثلاثة موافقين. قالوا: خلاص الصباح نذهب ونفعل هذا الفعل. ناموا في الليل وتواعدوا الفجر أن يخرجوا إلى هذه المزرعة، مزرعة العظيمة الثمار والخيرات والجنات التي كان يقتات عليها أبوهم وهم وأسرهم كلها يقتاتون على هذه الجنة. ناموا في الليل على أن يستيقظوا في الصباح، فإذا بعاصفة تأتي وإذا بصواعق تنزل من السماء، هم ما يدرون، كل واحد راح بيته ونايم. نزلت صاعقة في الليل على مزرعتهم، وإذا بالصواعق تصيب المزرعة
فينتشر النار فيها، وإذا النار ينتشر في المزرعة ولا أحد يدري، واحترقت المزرعة كلها والثلاثة نائمون، وكل واحد قاعد يحلم بأمواله، كم محصولنا هذه السنة وكم نجمع هذه السنة، هذه السنة افتكينا لا في فقراء ولا في مساكين، ولا أول سنة راح نعيش أغنياء، أول مرة راح نفتك من الفقراء والمساكين وهذين المحرومين نتخلص منهم، يكفينا صدقات وخيرات أبونا فقرنا، الحين لا، الحين راح نعيش بالغنى والثراء والخيرات. انظروا إلى الابتلاء الذي أصابهم. إنا بلوناهم، يعني الله يقول، الله عز وجل يقول إن ابتلى أهل مكة مثل ما ابتلى أصحاب الجنة، يعني أهل مكة ترى أنتم نفسهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني أقسموا وتواعدوا أنهم في الصباح يحصدونها كلها ويأخذون كل الخيرات ويبيعونها ويستفيدون منها، لا فقير ولا مسكين ولا جائع ولا محروم، ما نبي نعطي أحد. لكن المصيبة حتى ما قالوا إن شاء الله، يعني يمكن لو قالوا إن شاء الله نفذوا مؤامرتهم، ولكن حتى كلمة إن شاء الله ما قالوها. ولا يستثنون، ما رجعوا الأمر إلى الله، ناموا في الليل ومنتظرين الصباح، الصباح الجميل، أحلى صباح عندهم، يجمعون الثمار ويبيعونها ويستفيدون من الخيرات، صباح الغنى والثراء، صباح الخيرات، صباح أسعد صباح في حياتهم، ما يدرون شنو صار في الليل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. شوفوا مكر الله أحيانا ينزل في الليل والناس نائمة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني ينزل عليهم العذاب من الله بالليل وهم نائمون، ما يعني يخافون من ربهم، ما يستعدون لهذه اللحظات. هؤلاء الثلاث الذين بخلوا بالمال، الذين حرموا الفقير والمسكين، الذين انتكسوا عن طريقة وسنة أبيهم، ناموا في الليل فطاف عليها الطائف، أي العذاب، الصاعقة جاءت في الليل وأحرقت مزرعتهم. فأصبحت كزرع محصود صار هشيما يابسا. يقول ابن عباس شفتوا الرماد الأسود، صارت كلها رمادا أسودا. أبيكم بس تتخيلون مزرعة كاملة ثمار وخيرات وزروع وجنات، صارت رماد أسود، كل الجنة كل المزرعة صارت رمادا أسودا كالصريم. فتنادوا مصبحين، اللي قام قعد إخوان الاثنين كل واحد قوم الثاني، يلا يا فلان يلا، كل واحد ماخذ أغراضه وعدته ومتاعه، علشان رايحين وين؟ رايحين على حرثهم على مزرعتهم ليحصدوها ويمنعوها الفقراء. شوفوا النية السيئة. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إذا كنتم ناوين صج تروحون وتقطفون وتحصدون ثماركم، يلا اغدوا على حرثكم من أول النهار، من الفجر، من الغدوة. فانطلقوا وكل واحد قاعد يقول بإذن الثاني، مستانسين يسولفون، ترى يا فلان راح ترى نبيعها، يا فلان ترى راح نشتري، يا فلان راح نفعل، مستانسين وبالسر كل واحد يسر بالثاني بأذنه. فانطلقوا وهم يتخافتون، كل واحد يسر في أذن الثاني ألا يدخل بعد اليوم علينا، ترى شوف لا في مسكين بعد اليوم ولا في فقير بعد اليوم ولا واحد يطلبنا من اليوم ورايح، ما تدخلون علينا أحد. قاعد كل واحد يقول بإذن الثاني هذا الكلام، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، غدوا يعني أول النهار بداية الفجر، طلعوا على قدرة وعلى إمكان، يعني قادرين ومتمكنين وأجهزتهم وياهم وأغراضهم وياهم،
قادرين، لين وصلوا إلى جنتهم وهم فرحانين طبعا مستانسين يحسبون ثروتهم. أول ما وصلوا إلى الجنة إلى المزرعة الكبيرة شافوها، الأول قال حق الثاني والثاني يقول حق الثالث، إحنا الظاهر ضيعنا الطريق، الظاهر هذا مو طريقنا. قال لهم الأول وين المزرعة؟ ما يشوفون إلا أرض محروقة، أرض كاملة على مد البصر كلها سودة محترقة. واحد قال حق الثاني الظاهر إحنا ضيعنا الطريق، الظاهر هذا مو طريقنا. رد واحد قال لا لا يا جماعة هذا طريقنا، كل يوم إحنا نأتي إليه سنوات، شلون مو طريقنا؟ قالوا مترددين، هذه جنتنا ولا مو هذه؟ هذه مزرعتنا ولا مو هذه؟ بدأوا يصيحون، بدأوا يبكون، علموا أن الله عز وجل أحرق مزرعتهم كلها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أول شيء عبالهم ظلوا الطريق، لكن تأكدوا أن الطريق لم يكن خاطئا، بل هو طريقهم، بل نحن محرومون. لا والله، حرمنا كل الخير، حرمنا النعيم كله. بدأوا يبكون، بدأوا يتلاومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أكثرهم عقلا اللي كان أفهمهم يقول أنا مو قايل لكم خلنا نخاف من الله، نسبح الله ونستغفر الله ونعبد الله، يعني كان شوية في عقل لكن استجاب لهم، لكن مشى على رأيهم، كان ينصحهم لكن ما استجابوا له. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآن بدأ الندم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يعني ليس الرب هو الذي ظلمهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم، هم الذين بيتوا النية. بعد ما صار غني الواحد حرم الفقراء والمساكين فأرجعه الله كما كان. كم من إنسان فقير يقول يا رب إذا أعطيتني المال والغنى والثراء راح أتصدق وأفعل وأفعل وأفعل، كله كذب. أول ما يعطيه الله النعمة والخير لا يعطي فقير ولا مسكين ولا يبني ولا ما يفعل شيء، كذاب هذا. ليصبر، يوم من الأيام راح يندم على هذا الفعل. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. كل واحد يقول حق الثاني كله منك أنت، هذا يقول لا أنت، هذا يقول أنت اللي صاحب الفكرة، هذا يقول لا أنت اللي استجبت لي، هذا يقول لا أنت اللي كنت تشجع، كل واحد يلوم الثاني. قالوا يا ويلنا، دعوا على أنفسهم بالويل، يا ويلنا إنا كنا طاغين. يدعون على أنفسهم بالهلاك، لأن إنسان يملك الخير هذا كله فجأة كله يروح يفلس. في ناس تموت، في ناس يصير فيها جلطة، في ناس سكتة، في ناس يصير مشلول، في ناس يعني يصير مجنون، في ناس تأتي أمراض نفسية. هؤلاء بدأوا يدعون على أنفسهم يا ويلنا إنا كنا طاغين، ثم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. خلاص تبنى إلى الله عز وجل، نبي خير منها إما في الدنيا، وإذا ما صار في الدنيا في الآخرة. قال الله جل وعلا لهؤلاء الناس الذين رزقهم فمنعوا الرزق عن خلقه، الذين أغناهم لكنهم بخلوا بالأموال، حتى الزكاة ما يدفعون بعض الناس. بعض الناس عندهم ملايين من الأموال والدنانير، لكن للأسف بخل منعه حتى عن الصدقات، بل حتى عن الزكاة. انظر كيف عذبهم الرب، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. يعني عذاب الدنيا هذا ترى ولا شيء، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قصة حصلت في اليمن، الرجل صالح فحفظه الله وبارك في ماله، كان يأكل ويشرب ويطعم أولاده وأهله وما يجعلهم فقراء، لكن باقي المال كان يتصدق به. انظروا كيف حفظه الله، عاش سعيدا ومات سعيدا. أولاد أول ما حصلوا على الورث بخلوا به،
ومنعوا حق الفقير والمسكين، انظروا كيف عذبهم الرب عز وجل. في الليل هم ما يدرون، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظروا كيف أنزل الله جنديا من جنوده فأحرق الحديقة عن بكرة أبيها. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قل لأولئك الناس الذين جمعوا الأموال والكنوز ومنعوها عن خلق الله، عن الفقراء والمساكين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بأي شيء، فبشرهم بعذاب أليم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يا معشر المؤمنين تصدقوا، فإن الصدقة بركة في المال ونماء له وزيادة وراحة نفسية في الدنيا وحفظ وأمن في الدنيا وجزاء عظيم في الآخرة. معنا أيضا قصة أخرى، قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود أمة من الأمم ذكرهم الله عز وجل في القرآن في سورة البروج بجزء عمة، وهذه السورة أظن الكل يحفظها، والكل يحفظها ويعرفها ويعرف تفسيرها. لكن لنقرأ ماذا قالت السنة عن هذه القصة وبداياتها. هؤلاء الناس قيل أنهم في اليمن في زمن ملك من الملوك، هذا الملك كان ظالما، وهذا الملك كان عنده ساحر يسير الناس بسحره، يعني عند هذا الساحر كان يضحك على الناس ويخدع الناس ويبين هذا الساحر للناس أن هذا الملك عنده قدرات وعنده قوة وعنده معجزات وعنده آيات، وكل سحر في سحر. الساحر لما كبر قال حق الملك: أيها الملك، أنا كبرت، ابعث لي أي واحد غلام وعلم السحر. إيش معنى غلام؟ لأن الغلام التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وبعدين هذا وراء عمر طويل وبعدين يحفظ أكثر من غيره. جيب لي غلام علم السحر عشان إذا أنا مت يكون لك خليفة. فرضي الملك بهذا الكلام وجاء بغلام، وكان هذا الغلام من أفضل الغلمان نباهة وعقلا وذكاء. فكان يذهب إلى الساحر يتعلم السحر، وفي الطريق وهو رايح حق الساحر كان هذا الغلام يشوف راهب. شنو الراهب؟ واحد عابد قاعد بصومعه يتعبد، ما له شغل بحد. الملك ظالم يأمر الناس بعبادته ويقول للناس أنا ربكم، واللي يسمع يقول غير هذا الكلام يذبحه، وهذا الراهب متخفي وما حد يدري عنه. الراهب يشوف هذا الغلام كل يوم يمر عليه ويقول كلام يعني يتعبد الله فيه. الغلام وهو يمر على الراهب يجلس ويسمع، أعجب الكلام، كلام حلو، كلام جميل. فكان يجلس على الراهب كل يوم عند الراهب ويسمع كلامه، بعدين يروح حق الساحر. وكل يوم بدأ يجلس عند الراهب في طريقه وهو رايح إلى الساحر، وهو راجع من الساحر أيضا يمر على الراهب ويجلس عنده. الساحر بدأ يضرب الغلام. ليش؟ لأن الغلام يتأخر، يضربه الساحر. ليش تتأخر علي؟ فذهب الغلام إلى الراهب يشتكي له. الآن الراهب صار هو المعلم، الشيخ يعلم منه. الراهب عابد، رجل يوحد الله. بدأ الغلام يشتكي إلى الراهب أن الساحر يضربني. قال له: شوف، إذا رحت حق الساحر قل له حبسني أهلي، أهلي أخروني، وإذا خفت من أهلك قل لهم حبسني الساحر، الساحر أخرني، عشان تطلع من هذا تطلع من هذا، لأنه مضطر الغلام الطفل الآن في حالة اضطرار. مرت الأيام والغلام يتعلم السحر بس كذي، بس عشان الملك لا يذبحه، لكن هو في الحقيقة يتعلم من الراهب الدين ويتعبد الله عز وجل. يوم من الأيام مر على دابة حيوان عظيم جالس في الطريق، والناس خايفة، الناس خايفة تمر، لأن هذه الدابة والحيوان العظيم مانع على الناس أن يمرون في هذا الطريق. الغلام شاف المنظر والناس تصيح وتخاف ومؤخرة مو قادرين يمرون في الطريق. قال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أبي أعرف منو أفضل، منو كلام حق، الساحر ولا الراهب؟ لأن الغلام صغير بيتأكد الآن. فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، إذا كان الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة. فأخذ الحجر وضرب الدابة، فإذا بالدابة تموت من فورها. والناس: ماذا فعل هذا الغلام؟ ما الذي حصل؟ غلام صغير والرجال مو قادرين يقربون، غلام صغير رمى هذه الدابة بالحجر فماتت من فورها. ومر الناس وتأكد الغلام أن الراهب على حق. راح له قال القصة، قال: أنا في الطريق شفت كذا وكذا،
والدابة ماتت على طول، حجر ما يموتها لكنها ماتت. فقال الراهب المتواضع الدين التقي، ما قال لا ترى هذا شيء من حسناتي وهذا مني أنا، لا، الراهب متواضع، قال أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أنت صرت خلاص مرتبة أحسن مرتبتي الآن، وإنك ستبتلى. ما في أحد يصل إلى هذا المستوى إلا ويبتلى، كل واحد يدخل في الدين سيصيبه البلاء، لكن إذا ابتليت فلا تدل عليه. مرت الأيام وصار للغلام شأن، صار من شأنه أنه يبرئ الأكمه، المريض العمي اللي ما يشوف يمسح على بإيده يرجع لبصره، الله أكبر، يدعو الله فيشفيه الله. والأبرص اللي امتلأ جلده برص يمسح بيديه على جسد الناس ويدعو الله فيبرئهم الله عز وجل ويشفيهم الله ويداوي الناس. الناس يأتون إلى الغلام وانتشر الخبر بين الناس. من اللي سمع الخبر؟ وزير الملك، جليس الملك، كان أعمى ما يشوف، قال حق الجنود، قال لهم جيبوا هذا الغلام اللي يشفي الناس. جابوا الغلام، قال للجليس الوزير، قال أنا عندي هدايا وأموال وعندي اللي تبي إذا شفيتني. ظن هذا الرجل أن الغلام يبي الفلوس، الغلام ما يبي فلوسك ولا بهداياك، خلها حقك. قال له طيب إذا ما تريد الأموال والهدايا اشفيني، قال أنا ما أشفي، الناس تقول، قال لا أنا ما أشفي أحدا. قال إذا من الذي يشفي؟ قال إنما يشفي الله تعالى. شنو؟ تقصد الملك؟ قال لا، إنما يشفي الله تعالى ربي وربك ورب الملك. هناك إله غير الملك؟ نعم، هو الذي يشفيني ويشفيك ويشفي كل مريض. فإذا آمنت بالله دعوته أن يشفيك، هذا الشرط، أول شيء آمن بعدين أدعوه. فآمن الوزير بالله جل وعلا، فلما آمن دعا الله عز وجل فرد عليه بصره، الله أكبر، فتح وأبصر هذا الوزير، وزير الملك، من شدة فرحه. طبعا وزير الملك جالس عند الملك فرحان ومستانس، يشوف، التفت إليه الملك قال يا وزير تبصر؟ قال نعم. قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ شوف الغباء والجنون، شوف الإنسان الغبي المجنون. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، شو تقول أنت في رب لي ولكل الناس جميعا هو الله. فلا زال يعذبه والوزير صابر على دينه، فلا زال يعذبه والوزير صابر على دينه حتى اعترف، دل على الغلام، جيء بالغلام، فأخذ الملك يضربه ويضربه ويضربه حتى دل على من؟ على الراهب. فجيء بالراهب، قال له الملك ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال ما أرجع. فوضع المنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه فلقتين نصفين. تخيل الغلام والوزير قاعدين يشوفون، قاعدين يشوفون الراهب يموت، مو بأي شيء، كان زين طلقة، كان زين شنقة، كان زين قطع رأس، بالمنشار على الرأس يقص نصين. ثم جاء لي الجليس وزير الملك، جليس الملك، قال له ترجع؟ قال ما أرجع. فوضع المنشار على رأسه وقطع نصفين الغلام. الحين ترى منظر خطير، هذا رجلين يقطعان بالمنشار أمامه، بقي من؟ بقي الغلام، خلاص الآن دوري. قال له الملك ارجع عن دينك، قال والله ما أرجع. قال يا غلام ارجع عن دينك، قال والله ما أرجع. فقال الملك حين بخوفه، نادى الجنود قال خذوه، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، خذوه حطوه ودوا فوق الجبل، اربطوه، ثم إذا ما رجع عن دينه اطرحوه من فوق الجبل، قطوا من فوق الجبل، ترى المنظر يخوف. أخذه الجنود وربطوه وحملوه إلى أعلى الجبل. فلما وصل إلى قمة الجبل، أنت لما تصعد إلى مكان عالي طالع تحت يصير فيك تفزع، ليس كذلك؟ كيف بغلام صغير مسكين؟ قالوا ترجع عن دينك؟ قال والله لا أرجع. قالوا سنرميك الآن، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل ورجف كله مثل الزلزال، اهتز الجبل فتساقط الناس، الجنود يتساقطون واحد وراء الثاني، كلهم هلكوا وسقطوا من فوق الجبل، لم يبق فيهم إلا واحد، من؟ الغلام. هل هرب الغلام من القرية؟ لا، رجع مرة ثانية، دخل على الملك، فزع الملك، قال ما الذي جاء بك؟ أين الجنود؟ قال كفانيهم الله. فنادى بجنود أخر قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر مثل قفص، قطوا في البحر عشان يغرق، هذا عذاب نفسي آخر،
فتوسطوا فيه في البحر، قالوا له ترجع عن دينك؟ قال لا. قالوا نرميك في البحر، رفع يديه إلى السماء، اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتزت السفينة وسقطوا في البحر وغرقوا بهم وغرقوا جميعا. ما هرب الغلام لأن عنده دين، عنده دعوة يبلغها. رجع إلى الملك والناس بدوا يسمعون الخبر، غلام مقادر عليه الملك. دخل الغلام على الملك فخاف الملك، فزع، أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال الغلام، الآن الغلام هو اللي يأمر الملك، الآن أنت اسمع كلامي، يكفيك أوامر ويكفيك تتسلط على الناس، الآن جاي دوري أنا، اسمع يا ملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قل لي بسرعة. قال علمك الطريقة اللي تذبحني فيها. الله أكبر، الغلام الآن يضحي بنفسه علشان الناس. قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، اجمع كل الناس واصلبني على جذع اربطني عليه، ثم خذ سهما من كنانتي، من أسهمي أنا ومن أسهمك أنت، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل، وخل الناس كلها يسمعون، بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت قتلتني. المجنون الغبي بس يذبح الحين. جمع الناس كلهم، الرجال النساء الأطفال، كل القرية بتشوف من الآن على حق، الغلام ولا الملك، والجنود والوزراء كلهم جالسين. فأخذ السهم ورماه الملك، ما حاش الغلام. الغلام قال له قل بسم الله رب الغلام، مراضي يقول علشان الناس لا تنفتن، لكن في النهاية قال خل أقول وخلص، أفتك من الغلام هذا. فإذا به يقول بسم الله رب الغلام، فرماه فوقع السهم في صدغه على وجهه، فوضع الغلام يده على صدغه فسال الدم ومات الغلام. فرح الملك، قتلت الغلام قتلت الغلام. قال له الجنود لا تفرح. قال لما؟ قال آمن الناس جميعا، وأخذ الناس كلهم يقولون آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فاستشاط الملك غضبا، هذا الذي أراده الغلام، ضحى بنفسه لدعوته. الله أكبر، يوم يضحي الإنسان ليس بماله ليس بوقته بل بنفسه، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جاد هذا الغلام الصغير بنفسه لأجل دينه ودعوته، فآمن كل الناس، الرجال والنساء والأطفال. قال الملك احفروا الحفر وخدوا الأخاديد وأشعلوا فيها النار، وكانت نار عظيمة ذات وقود ولهيب عظيم، وجيء بالناس، من لم يرجع عن دينه رمي في هذه الأخاديد. قيل أنها في نجران، بلاد كانت في الأصل نصرانية، ثم جاءها الملك وأدخلها بالوثنية وأمرهم أن يقذفوا في هذه النار، وكلما جاء رجل ترجع عن دينك ما أرجع، يرمونه بالنار وهم جالسين يشهدون قتل المؤمنين. حتى جاءت امرأة بيدها طفل رضيع للتو مولود، تو مولود، شايلته وصلت إلى النار، فقال لها الجنود أترجعين عن دينك؟ قالت لا، أنا آمنت برب الغلام. قالوا سنحرقك أنت والطفل. فتوقفت وترددت، أنا أموت لا بأس، لكن طفلي الرضيع للتو مولود، ما ذنبه؟ ما ذنبه يحترق بالنار؟ فأنطق الله الغلام في المهد، فقال الغلام يا أماه يا أماه اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. الله يقول لعن أصحاب الأخدود، وغضب الرب عز وجل عليهم، ملعونين إلى أن تقوم الساعة. النار التي أشعلوها كانت ذات وقود عظيم ولهيب شديد، وهم جالسون حولها ويضحكون ينظرون إلى الناس يحترقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون جريمتهم الكبرى. شنو جريمة أهل الإيمان؟ وما نقموا منهم، شنو الذنب اللي ارتكبوه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تدرون شنو جريمة أهل الإيمان في الأرض؟
بلادهم تدمر، يحترقون بالنار، القنابل تنزل عليهم والصواريخ، شنو جريمتهم؟ إنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ترى هذه هي الجريمة، أنهم آمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله لم يغب عن هذه الحادثة، ولكن لكل أجل كتاب، ولكن العاقبة ليست في الدنيا، يوم القيامة العاقبة للمتقين. ثم يهددهم الرب عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. حتى هذيل اللي حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار، ترى إذا تابوا تاب الله عليهم. الله أكبر، أظلم الناس، حرقوا عباده في النار، الله يقول لو تابوا لتبت عليهم، لكن لو لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن فرق بين حريق وحريق، هم حرقوا الناس بنار الدنيا، حرقوا أهل الإيمان بنار الدنيا، لكن حريق جهنم غير، 70 ضعف عن نار الدنيا، لا مقارنة. ولهم عذاب الحريق. أما الذين احترقوا بالنار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أرأيت العاقبة؟ من الناس من يقول: يعني شلون المؤمنين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان دمروا، قتلوا، سفكت دماؤهم، ليش هذا الذي يحصل في أهل الإيمان؟ أليسوا على الحق؟ نعم، والله على كل شيء شهيد، لكن العبرة ليست بالدنيا، يبتلى المرء على قدر دينه، في الدنيا قد يحترقون، قد يموتون، قد يهلكون، لكن يوم القيامة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أما الكافر فبشره بعذاب جهنم وعذاب الحريق. قصة فيها من العبر لمن أصيب بابتلاء في الدنيا، أن يصبر، أن يتحمل، أن يعتبر بهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، حتى تكون له فيها عبرة. وأي عبرة. معنا قصة أخرى ربما هي آخر قصة نذكرها من قصص القرآن، تسمى قصة الفيل. وما أدراك ما قصة الفيل؟ قصة الفيل صارت تاريخا من التواريخ، تذكر إلى اليوم، فيها روايات كثيرة. تقول إحدى الروايات أن هناك حاكم حبشي كان يسكن في اليمن، وعنده مملكة، وعنده أمة من الأمم، بعض الروايات تقول اسمه أبرهة. بنى هذا الرجل أبرهة كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة، وجمع لها كل أسباب الفخامة والجاه والملك، حتى يقولون أنه كان يأخذ من قصر بلقيس أو بلقيس رخام وأحجار وغيرها ليبني هذه الكنيسة، كنيسة عظيمة. ليش بناها؟ كان يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، كان يشوف كل الأمم وين تحج؟ تحج الكعبة. غبي ما يدري أن هذه بناها إبراهيم، ولا زالت الأمم تفد إليها وتحج الأنبياء وغيرها من الأمم منذ سالف الدهر، لكن على باله بيسوي بيت ثاني أو مبنى ثاني يصرف الناس عن الكعبة إليه. ومع هذا اشتد غضبه، ليش؟ لأن شاف الناس ما تأتي إليه، لا زالوا يصرون أن يذهبوا إلى الكعبة. مرت الأيام، مرت السنون، جاء رجل من بني كنانة، هذا الرجل من العرب، علم بفعل هذا الملك الظالم أبرهة وأنه يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، فأخذته الغيرة هذا الرجل، فذهب في الليل إلى هذه الكنيسة ودخل فيها فأحدث فيها وتغوط ليلا وملأ النجاسة في أركانها، ملأ النجاسة في أركان هذه الكنيسة التي بناها هذا الرجل الظالم، وما حد يدري في الليل. في الصباح دخل الناس فرأوا الأمر وعلموا وأوصلوا الخبر إلى أبرهة، فاشتد غضبه وغلى مرجل غيظه، وعلم أن هذا الرجل من كنانة هو الذي فعل هذا الفعل، فحلف أن يسير إلى الكعبة حتى يهدمها،
فجمع جيشه وجمع جنوده، اجمعوا الجيوش واجمعوا الجنود وجهزوا الفيل. وما قصة الفيل؟ العرب ما تعرف الفيل في ذلك الوقت، ومن وين جايب الفيل؟ وين مودي الفيل؟ ومن يقف أمام الفيل هذا؟ العرب تخافه وتهابه، ما يعرفون الفيل أصلا. فسمعت العرب بالجيش العظيم الذي سيخرج، وأن أبرهة ذلك الملك الظالم جهز جيشا يرى أوله ولا يرى آخره. ماذا يريد؟ يريد أن يهدم الكعبة. فسمع به الناس والعرب والقبائل، فوقف أمامه رجل مع قريته مع قبيلته في الطريق وهو رايح مكة، وقف أمامه رجل من أشراف أهل اليمن يقال له ذو نفر. ومن أجابه من العرب وقفوا أمام أبرهة يريد أن يقطع عليه الطريق، فإذا بأبرهة يسحق جيشه كله ويأسر ذو نفر، فأراد قتله. قال ذو نفر: لا تقتلني، ماذا تستفيد من قتلي؟ أسرني أحسن لك. فأسره، وكلما صده ناس من العرب دمرهم أبرهة. وإذا به يزحف جيشه إلى أين؟ إلى جهة الكعبة. يريد ماذا؟ يريد هدم الكعبة. وصل قريبا من الكعبة وسمعت الناس وأهل مكة خائفين. إلى الآن ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ما في دعوة الإسلام، إلى الآن ما بدأت، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما ولد. فإذا بسيد قريش في ذلك الوقت من؟ رجل اسمه عبد المطلب، جد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ماذا ستفعل يا عبد المطلب؟ أتريدنا أن نجهز الجيوش، أن نستعد للدفاع عن هذا البيت، بيت الله؟ هم لا زالوا يقدسون البيت، والعرب كلها تعظم البيت، وأساس عز قريش الكعبة. لو هدمت الكعبة ما لهم عز ولا لهم منعة. فقالوا لعبد المطلب: أتريد أن نقف أمام أبرهة؟ قال لهم: لا لا، دعوه. إيش سوى عبد المطلب؟ سمع أن أبرهة أول شيء وهو في الطريق صادر 200 من الإبل التي يملكها عبد المطلب، فذهب عبد المطلب إلى أحد الناس الذين مع أبرهة، كان بينه وبين علاقة يعرفه من زمان، جلس معه. قال: ما رأيك أن تدخلني على أبرهة؟ قال: لما؟ ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكلمه عن الإبل التي صادرها. يعني عبد المطلب الآن مو مهتم بالبيت، رايح خايف على الإبل التي له. فلما دخل قال جليس أبرهة: قال هناك رجل سيد قريش يريد أن يدخل عليك، إنه عند الباب يستأذن. فإذا بأبرهة يقول: يدخل سيد قريش، ليدخل، خلينا نشوف الشيء الآن. ونزل له من الكرسي، نزل أبرهة وجلس معه على بساط. جلس الآن من؟ أبرهة وعبد المطلب، أكرمه وضيفه ونزل من سريره وجلس عنده وبينهما الترجمان. فقال له: ما حاجتك؟ اشتبي، شنو طلبك؟ فقال عبد المطلب: قال لي 200 بعير أصبتها، أريد أن ترجعها إلي. نظر إليه أبرهة، تدرون ايش قال له؟ قال للترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، أول ما شفتك بصراحة أكبرتك وأعجبتني، ثم زهدت فيك لما تكلمت، لما تكلم طحت من عيني، تكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، جئت لأهدمه؟ الله أكبر. ترى أبرهة كان أعقل منا في هذا، يعني الحين البيت ما تجادلني عنه، دينك ودين آبائك وأجدادك، وجاي تكلمني عن شنو؟ تكلمني، تكلمني عن بعير؟ الصراحة طحت من عيني، خلاص زهدت فيك الآن. فرد عليه عبد المطلب، إيش قال له؟ قال: أنا رب الإبل، أنا أدافع عن الإبل، وللبيت رب سيمنعه، أما البيت ما رح تقدر عليه لأن رب البيت سيمنعه، يعني يحفظه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، ما يقدر علي أنا. فقال: أنت وذاك، خلينا نشوف من أنت أو رب هذا البيت. فأعطاه إبله وأخذ إبله وقال للناس: اخرجوا من مكة، اخرجوا من الحرم، كل واحد يذهب إلى الجبال ويتحصن فيها. قالوا: يا عبد المطلب، والبيت ألا ندافع عنه؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. ثم أخذ عبد المطلب وهو طالع من مكة، أخذ بحلقة باب الكعبة فقال شعرا: قال: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك،
لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. يعني يا رب سوي اللي تسويه، لا تدع الصليب يغلب وأنت وهذا البيت. ثم خرج عبد المطلب وخرجت الناس. ولما أصبح الصباح وتجهز جيش من أبرحة، وكان في مقدمتهم الفيل الذي سيهدم الكعبة. ما اسم هذا الفيل؟ قيل إن اسمه محمود. وإذا بهم يوجهون الفيل إلى مكة. فلما وصل هذا الفيل إلى مكان حبسه الحابس، برك الفيل، دفعوه، ضربوه ليتوجه إلى الكعبة، ما توجه. وكلما يضربونه ليتوجه إلى الكعبة لا يتحرك على الأرض أبدا ولا حركة. لما وجهوا للمشرق انطلق، لما وجهوا للمغرب انطلق، لما وجهوا للجنوب للجهة اليمن مرة ثانية انطلق، لكن يهرول. فلما وجهوا إلى الكعبة إلى الشمال أبدا لا ينطلق، يجلس على الأرض ويبرك. وحاولوا وحاولوا أبدا ما تحرك الفيل أبدا. وأبرها ينظر، حركوا الفيل ولا يتحرك الفيل، ما بالكم أيها الجنود، ولا يتحرك شيء. فجأة رأوا كالغيم يأتي في السماء، وكأن السماء تظلم، وأهل مكة الآن وينهم؟ على الجبال محتمين، محتمين وراء الجبال يدعون الله جل وعلا أن يحمي بيته. هم حموا إبلهم وماشيتهم وزروعهم، أما البيت أخذوا يستغيثون بالله أن يحمي الله بيته. وإذا بجيش أبرهة ينظر في السماء كأن شيئا يأتي من بعيد. ما هو؟ إنها طيور أبابيل، مجموعات كثيرة متفرقة، مجموعة بعد مجموعة. تخيلوا السماء تسود الآن، السماء تسود من جهة البحر الآن تأتي. طير أمثال الخطاطيف، هذه الطير مع كل طير ثلاثة أحجار عليها طين، الطين الذي تيبس، الطين من سجيل، حجارة من سجيل، طين يابس، بمنقاره حجر وبرجليه حجران، كل طير مع ثلاثة أحجار. تخيلوا ليس ألف ولا ألفين طيور غطت السماء كلها. وإذا بالطيور تغطي السماء، صارت السماء مظلمة الآن، وكل طير بيده أحجار، وبدأوا يضربون الأحجار من؟ إبرهة وجيشه. فثار الفيل وهرب، وثارت الدواب وهربت، والناس بدأوا يهربون، والسماء أظلمت، والحجارة تقذفهم من السماء. وإذا بهم كل واحد وقع عليه حجر، تفتت الرجل فصار كالعصف المأكول، شفت الورق لما ييبس ويطيح على الأرض في زمن الخريف، وإذا دست عليه يصير هشيم يتفتت، كل جسد صار كالورق اليابس المهشم، كل حجر أصاب رجلا تهشم الرجل، والناس تهرب والناس تفر. حتى أن أبرهة كان في الطريق يسقط منه إصبع إصبع، كل أنملة تسقط، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم يده، ثم يده الأخرى، ثم رجلاه، تقطع جسمه وهو يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة. دمر الله عز وجل جيشا عظيما بقيادة الفيل، بطائر صغير، بعصافير، طير أراد الله أن يبين قدرهم. كل من اقترب من بيته وأراد السوء لبيت الله الحرام، انظروا ماذا فعل الله بهم. ألم ترى؟ والعرب كلها تذكر هذا التاريخ وتعرف هذه القصة كأنها رأي عين. ألم ترى؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة وجيشه. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا. مو كل طير بروحة، لا، كل مجموعة لوحدها، بجميع متفرقة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات، كل طير عند ثلاث أحجار من سجيل، طين متيبس، بمنقارة وبرجليه، ترميهم بحجارة من سجيل، كلما سقط حجر على جسد تيبس وتهشم، فجعلهم كعصف مأكول. يا الله، أين الجيش؟ دمر كله، فصار كالعصف المأكول، كالورق اليابس الهشيم،
الذي تذروه الرياح، أين من يريد بيت الله بسوء؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ صان الله عز وجل البيت ليس كرامة لعبد المطلب ولا غيره من المشركين، كلا والله، إنما الكرامة لبيت الله عز وجل. ليش يحفظ الله عز وجل الآن هذا البيت؟ لتسمع كل العرب ولتسمع الدنيا كلها ماذا فعل الله بهذا الجيش الذي اقترب من مكة؟ لأنه بعد أيام سيحدث نبأ عظيم. ايش راح يصير؟ بعد 50 يوم بالضبط سوف يولد أعظم إنسان على وجه الأرض. إنه من جاء إلى الدنيا ووصل؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد حادثة الفيل بالضبط ب50 يوم ولد المصطفى. وإذا الدنيا سعدت به، وإذا الكائنات ضياء، صيانة للبيت، لأن بعد أيام سيأتيها إنسان هو أغلى الناس وأعظم الناس وأحب الناس إلى الله جل وعلا. ألم تر كيف فعل ربك؟ أي ذكر قريش، إياها أن تعتدي على دين الله، أو تسخر على دينك، أو تعتدي على نبي الله، فما أصحاب الفيل عنهم ببعيد. نقرأ السورة لكن لنتدبر ولنعلم عظمة الله عز وجل وقدرته. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قصص القرآن التي مررنا عليها كثيرة، من البقرة إلى سورة الفيل، قصص كثيرة متناثرة ذكرناها لنستخلص منها وفيها العبر، ليثبت فيها الفؤاد على دين الله عز وجل، ليثبت المؤمن في الفتن وفي أيام المحن، يقرأ هذه القصص فيثبت فؤاده. تركنا قصص الأنبياء في ألبوم آخر، ذكرنا قصص الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام إلى عيسى بن مريم، وذكرنا قصة أعظم نبي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في ألبوم ثالث. هكذا لنفرد كل باب لوحده ولنتدارس كتاب الله جل وعلا، فإذا قرأناه تدبرناه ووقفنا عند حكمه وأمثاله وقصصه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصص، وأن يجعل كل ما ذكرناه وقلناه في هذه القصص في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، وأن يجعله سببا لثباتنا على دينه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من قصص وعبر، وبعض منها ربما يعيش الإنسان مثله في هذه الحياة، وربما وهو يسمع قصة من القصص يتذكر فلانا أو فلانة، أو ربما يتذكر نفسه التي وقعت في بعض ما وقع فيه الآخرين، فربما يتذكر وربما يعتبر وربما يسترجع. فهذه القصص ليست من باب تقضية الأوقات أو قضاء وقت الفراغ، بل فيها من التربية، وفيها من إصلاح النفوس وتزكيتها، وفيها من وعظ القلوب، وفيها من زيادة الإيمان ما فيها. وربما قصة تؤثر في إنسان أكثر من كثير من الأحاديث والخطب، ورب قصة هدت إنسان وشرحت صدره للإيمان. قصة أمر الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يقصها على الناس. قصة من؟ قصة رجل من مدينة تسمى مدينة الجبارين، كان يعلم العلم العظيم من عند ربه جل وعلا، حتى يقال أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان الناس يستثونه ويرجعون إليه، حتى ضعفت نفسه وغرته ورضي بهذه الحياة الدنيا، فتغير هذا العالم، بل يقال أنه كان من أعلم أهل زمانه في بلده، تغير حتى أحب الدنيا، وبدأ ينسلخ من علمه شيئا فشيئا، بدأ ينتكس. وهل العالم ينتكس؟ ربما. هذه قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا رجل آتاه الله عز وجل العلم والآيات والحكمة والبصيرة،
ولكنه مع هذا أحب الدنيا وتعلق بشهواتها، فأخذ يبيع دينه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ينسلخ ويغير جلده كما تغير الحية جلدها. أرأيتم الحية إذا أرادت أن تغير جلدها تنسلخ منه شيئا فشيئا بالتدريج حتى يتبدل لونها ويتغير جلدها. هذا الرجل هكذا بدأ يتغير، ويقال في بعض الكتب أنه شارك وألب الناس في حرب وقتال ضد نبي من الأنبياء. انظروا كيف انتكس، انظروا كيف ارتد، انظروا كيف كفر بالله عز وجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، حتى صار عالما من العلماء، أعطاه الله الآيات والعلم والبصيرة، لكن هل استفاد منها؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد أن انسلخ من هذه الآيات وانسلخ من دينه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوفوا كأن الشيطان جالس، العالم يعني ما يستطيع الشيطان عليه كثير، لكن يتربص به وينتظره. أول ما ينسلخ وينتكس مثل أي إنسان يلتزم يهتدي، فترة تراه قد ضعف، قد انتكس، هجر المساجد، ترك القرآن، يتبعه الشيطان مباشرة، يعلم الشيطان بحاله، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو ظل على هذا الدين، لو ظل على علمه ودينه، ولو ثبت على دين الله عز وجل لرفعه الله عز وجل، لرفعه الرب عز وجل، وصار له شأن بين الناس، صار داعية، صار مصلحا، صار إماما يقتدي الناس به. ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لكنه فضل الأرض، لكنه فضل الدينار والدرهم، لكنه فضل المنصب والكرسي والجاه والسمعة والأموال والدينار والدراهم، فباع دينه وانتكس. وإذا به يقاتل حتى الأنبياء، وإذا به يعلن ردته أمام الناس، وإذا به يعلن كفره بالله عز وجل. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تعرف ما مثل هذا الرجل؟ ما مثل هذا العالم الذي انتكس؟ ما مثل هذا المؤمن الذي كفر؟ تعرف ما مثله؟ يقول الرب: فمثله كمثل الكلب، حيوان نجس بل أنجس حيوان، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إن تحمل عليه يلهث، شفت الكلب طول عمره يلهث، تعبان يلهث، مرتاح يلهث، تحمل علي يلهث، ما تحمل علي يلهث، هذا نفس الشيء. تعلم ولا ما تعلم؟ القلب مريض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص. يا محمد قص عليهم هذه القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. بل سمعنا عن كثير من الناس ممن كان يصلي الفجر في جماعة، ممن كان يوقظ جيرانه، اليوم هو لا يأتي إلى المسجد أبدا. سمعنا عن كثير من الدعاء ممن كان يدعو إلى الله عز وجل ويصلح الناس، اليوم
يسمع الأذان فيولي هاربا. الله أكبر. سمعنا عن علماء يدعون الناس إلى التوحيد، إلى عبادة ربهم، وصل بهم الحال إلى أنهم أنكروا وجود الله عز وجل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة أخرى، موقف آخر، سميته رفيق موسى. اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب. موسى عليه السلام كليم الله، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى من المقربين إلى الله عز وجل، أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم، منهم موسى عليه السلام. موسى كان يدعو الله فيقول: يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة، أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى، أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة، أول رجل. فانتظر موسى عليه السلام: من سيمر علي، من سيمر علي؟ فإذا برجل لا يعرفه موسى، وهو لا يعرف موسى عليه السلام، رجل عادي حال حال الناس. تعجب موسى. موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء، ستكون رجلا مشهورا بصلاحه، هذا الرجل مو معروف. فتبعه موسى عليه السلام يبي يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة. يقول: فدخل بيتا، بيت مفتوح، بيت قديم مثل ظل يعني. فدخل الرجل وجلس أمام امرأة عجوز، وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد. امرأة عجوز على الأرض جالسة، امرأة كبيرة بالسن. فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها. يقول: فإذا به يشوي اللحم، يصنع الطعام ويأتي بالطعام، هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء، ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها، يلقم هذه العجوز في فمها، يضع الطعام ثم يسقيها بالماء، ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته. الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام. فسلم عليه موسى فقال له: يا فلان، من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت؟ فقال هذا الشاب: إنها أمي. إنها من؟ إنها أمي. فقال موسى عليه السلام: وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال: نعم، تدعو لي كثيرا، لكنها لها دعاء لا تغيره. فقال موسى عليه السلام: وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له: تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول: اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة. فقال له موسى: أبشر أبشر يا عبد الله، فقد استجاب الله دعاءها، وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم نعم، إنه دعاء الأم. أين نحن من أمهاتنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا معهن؟ إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها، فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة، يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من؟ بدعوة أمه. ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل، ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة.
لكن بدعوة صادقة من أمه. إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة. أيها التاجر دع التجارة شيئا ما، أيتها الزوجة دع الزوجة شيئا ما، أيها الأولاد دعوا شؤونكم وألعابكم شيئا ما، أيها الرجل دع زوجتك شيئا ما قليلا، واذهبوا إلى أمهاتكم. الأم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أتعلمون أن دعوة الأم مستجابة ودعوة الأب مستجابة؟ فلنحرص، فلنحرص على أمهاتنا. اذهبوا إلى الأم فقولوا لها: يا أمه اطلبي لنا الجنة، يا أمه اطلبي لنا المغفرة، يا أمه اطلبي لنا الخير، فإن الله يستجيب منك الدعاء. امرأة، أسمي هذه المرأة امرأة فيها من الطهارة والنقاء ما فيها، قصة لطهارة ونقاء. سوف أذكر لك هذه القصة ولكن بأسلوب أدبي. اليوم معنا هذه القصة لكن بصيغة شعر وأدب، لن أنثرها نثرا بل أحكيها شعرا. فاسمع يا رعاك الله إلى قصة امرأة، امرأة خدعها الشيطان، ضعفت نفسها، امرأة ضعفت نفسها فوقعت في الحرام، وقعت في الفاحشة، وقعت في الذنب العظيم، في ذنب كبير. ندمت، احترقت ندما، ملت حياتها، ماذا أفعل، ماذا أصنع، فعلت الجرم العظيم، فعلت الفاحشة. يا ويلي لما صنعت هذا، كيف فعلت هذا، يا ويلي كيف تجرأت، كيف تجرأت وقعت في الفاحشة. والمصيبة الكبرى أنها تعيش في عصر النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا، فعلت هذا، ورسول الله بيننا يدعونا إلى الخير ويقرأ بيننا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ندمت، تقطع قلبها، ماذا تفعل؟ سوف أذهب إليه. لا، لا تذهبين، الشيطان يقول لها لا تذهبي، وهي تقول لا سوف أذهب، سوف أجلس بين يدي الحبيب، سوف أعترف له بما صنعت. لا، ماذا تفعلين؟ أجننتي؟ سوف يقتلونك، عقوبتك أنت، أنت متزوجة وزنيت، سوف ترجمين بالحجارة. لا يا فلانة، لا يا فلانة تفعلي، لا بل سوف أفعل، لا أتحمل، النار تضطرم في صدري في قلبي، سوف أذهب إليه وأعترف بين يديه. تعترف بين يدي من؟ تفضح يدها عند من؟ عند حبيبها، عند صاحب الرحمة، عند محمد عليه الصلاة والسلام. نعم إنها فضيحة، نعم سوف تقتل، نعم سوف تذبح، لكنها لا تتحمل أن تسكت. ما أتحمل السكوت والصمت، سوف آتي إليه وأعترف له بالخطأ. جاءت إليه ونار الجوف تستعر، ودمعة العين لا تنفك تنهمر. جاءت إليه تجر الهم مخبتة، كأنها أشعث أضنابه السفر. فراشها السهد والأحزان كسوتها، والبؤس يعصر قلبا كاد ينفطر. جاءت إليه وموج الغم ملتطم، والنفس لهفاء وحبل السعد منبتر. جاءت إلى الرحمة المسداة في لهف، وفي ساحة الأمن لا ذل ولا خطر. الحد يدرأ والأحكام عادلة، والذنب مغتفر والعرض مختفر. تقدمت، تقدمت والضمير الحي يشحذها، لجنة نحوها الأرواح تبتدر. واستجمعت تفضح الأسرار في أسف، لعلها في مقام العرض تستتر. وهج الفضيحة أمر يستهان به، فحرقة الجوف لا تبقي ولا تذر. تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي تقول: يا رسول الله، ودموعها تنهمر والقلب يضطرم. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله زنيت. ماذا؟
زنيت، فصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام، صد عنها. استغفر الله، ماذا تقولين؟ قالت: يا رسول الله زنيت، لعلك لم تزني، لعلك لم تفعلي. يصد عنها النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله زنيت، والله فعلت. والنبي يصد وهي تصر، والنبي يصد وهي تصر. فأقبلت ورسول الله في حلق من صحبه وفؤاد الدهر مفتخر. فأفصحت يا لهول الخطب وانفجرت، وطالما هدها الإطراق والفكر. قالت له يا رسول الله معذرة، قالت له يا رسول الله معذرة، ينوء ظهري بذنب كيف يغتفر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها، وللتمعر في تقطيبه أثر. واسترسلت: يا أجل الخلق قاطبة، يا أرحم الناس طرا غرني الغرر. فجال عنها وأغضى عن مقالتها رحما، وللعفو في إعراضه صور. قالت: وللصدق في إقرارها شجن، والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة فنيت، وشاهدي في الحشاء إن كذب الخبر. دعني أجود بنفس لا قرار لها، فالنفس مذاك لا تنفك يحتضر. حرارة الذنب في الوجدان لاعجة، إني إلى الله جئت اليوم أعتذر. يردها النبي: لعلك ما زنيت، بل والله زنيت يا رسول الله، لعلك قبلت، لعلك فعلت. يريد أن يدرأ الحدود، لا كما يفعل بعض الدعاة اليوم، يتمنى أن يقتل الناس على ذنب وقعوا فيه، يتمنى أن يفضحهم. لما؟ الأصل الستر، الأصل لعلك ولعلك ولعلك. ادرأ الحدود بالشبهات. وهي تصر، قالت: أنا حامل يا رسول الله، حامل بالحرام، حامل بالحرام، جنيني في بطني. قال اذهبي لعلها تغير رأيها، لعلها يتبدل أمرها، لعلها تنسى الأمر. 9 شهور حتى تلد، يعني الأمر طويل، لعلها لا ترجع مرة أخرى. انظروا إلى رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. رجعت إلى بيتها ودخلت في غرفتها تنتظر ولادها. تعرفون لما؟ حتى يطهرها الحد. لا زالت مصرة. شهور تمضي وهي تتألم وتتحسر، لم تهنأ لا بليل ولا بنهار. كل أم في بطنها جنين تنتظر الولادة لتفرح، تنتظر يوم البشارة. إلا هذه الأم فإنها تنتظر يوم موتها ويوم إقامة الحد عليها. لا يعرف الطفل ماذا سيحصل إذا خرج. فقال: عودي. النبي يرجعها عليه الصلاة والسلام. فقال: عودي وكوني للجنين تقى، فللجنين حقوق ما لها وزر. فاسترجعت وانثنت شعثاء شاردة، فهل لها فوق نار الوزر مصطبر. ما أودعت سجن سجان وكافلها، تقوى الإله فلا صوت ولا أسر. تغص في كل ليل حالك قلقا، وعندها سامراها الهم والسهر. واغتالها غائل الإشفاق من سقر، سبحان ربي وما أدراك ما سقر. لم تنتظر قرة للعين أو سندا، وإنما هو حتف الروح تنتظر. لكل ميلاد أنثى فرحة ورضا، وما لميلادها سعد ولا بشر. حتى إذا حان حين وانقضى أجل، وقد تقرح منها الخد والبصر. حل المخاض فهاجت كل هائجة، مثل الأسير انتشى والقيد ينكسر. ولدت وكأنها أسير قد انكسر قيده. ولدت
ولكنها تفرح لأن الحد سيقام عليها. تعرفون أي حد ستحفر لها حفرة وتقتل؟ جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الرضيع، لفته في قماش لازالت في نفاسها، ولكنها قامت، قامت أول ما ولدت، أسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هذا طفلي، هذا طفلي وقد حل أجلي، خلاص الآن يا رسول الله طهرني، الآن يا رسول الله أقم علي الحد، الآن اقتلني يا رسول الله، اقتلني بالحجارة فأنا لا أستحق الحياة. لكنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ارجعي. ماذا؟ لما أرجع؟ هذا الدليل خلاص. قال: ارجعي. كيف أرجع؟ أريد أن تطهرني. قال: ارجعي. هي تصر والرسول يرجعها. قال: ارجعي حتى تفطميه، ربما ترجع عن رأيها، ربما تغير كلامها، ربما تستر نفسها. قال: ارجعي. جاءت بالطفل فيرجعها النبي، طوت عليه لفاف البين وانطلقت، فروحها للقاء الطهر تستعير، أم تغشى حياض الموت مشفقة، إذا اعترى المذنبين الأمن والخدر، وأقبلت: يا رسول الله، ذا أجلي طال العناء وكسري ليس ينجبر. فقال قولة إشفاق ومرحمة، والقلب منكسر والدمع ينهمر، غذ الوليد إلى سن الفطام، فقد جرت له بالحقوق الآي والسور. فاسترجعت ولها آهات محتسب، بمهجة غيرت وجدانها الغير. هل ستذهب وتغير رأيها؟ الآن 9 شهور مضت، سوف تذهب وترجع بعد سنة أخرى. هل ستضعف وتقل حرارة التوبة؟ هل ستركن النفس إلى هذه الدنيا وتغير كلامها ورأيها؟ أم لا زالت مصرة؟ هل ستبقى حرارة الندم والتوبة في قلبها؟ طفل يرضع من هذه الأم لا يدري ماذا يعني فطامه، طفل تحاول الأم أن تعجل فطامه، الطفل يبكي ما يدري، لا يعلم ماذا سيعني هذا الفطام. فطامه أجل لأمر هو لا يعلمه، فطامه أجل لهذه الأم التي ترضعه. لو كان يعلم هذا الطفل هل كان سيفطم؟ لو كان يعلم أن فطامه يعني نهاية أمه هل كان سيرضى بالفطام؟ أي مستقبل أمام هذا الطفل؟ ماذا سيفعل؟ ماذا ينتظره؟ ومر عام وفي إصرارها جلد، ومر عام فلا ضعف ولا خور، الله أكبر والأذكار سلوتها، والبر يشهد والإخبات والسحر، حتى إذا ما انقضت أيام محنتها تكاد لولا عرى الإيمان تنتحر. جاءت به ورغيف الخبز في يده، وليس يعلم ما الدنيا وما القدر، وليس يدرك ما تفشيه لقمته، والشمل عما قريب سوف ينتثر. يلهو ولم تبلغ الأحداث مسمعه، جهلا وعن مثله يستكتم الخبر. قالت: فديت رسول الله، قالت: فديت رسول الله، ذا أجلي قد ملني الصبر، والعقبى لمن صبر. ماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص ما في أمل. المرأة لا زالت مصرة، تريد الحد، من يستطيع أن يعني يقف أمامها؟ خلاص هي تريد أن تضحي بنفسها لله. سنتان مرت ولكن لا زالت حرارة التوبة في صدرها، لو سترت على نفسها لقبل الله منها التوبة، ولكنها لا تريد أن يبقى شيء يوم القيامة، تريد أن تتأكد أنها طهرت من ذنوبها. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الطفل منها. خلاص من يكفل الطفل؟ فقام أحد الناس: أنا يا رسول الله، هنيئا لمن كفل طفلا، هذه أمه. تخيلوا مشهد الأم والطفل يؤخذ من يديها، تسلم الطفل لغيرها، تودعه، تقبله، والصحابة ينظرون. أي مشهد هذا؟ أي منظر هذا؟
أي قلب داك، الطفل يبكي وهو يؤخذ من أمه، يا له من مشهد، كم دمعة نزلت، كم دمعة فاضت من عينها، ثم تحفر لها الحفرة، ثم تنزل هي بنفسها إلى الحفرة، تسلم نفسها إلى الله، إنه ألم ولكن يزيل ما في القلب من هم. بدأت الحجارة، بدأ الضرب، بدأ التطهير، نعم الدم يسيل، ولكنها فرحة بهذا. انظروا إلى الطفل كيف يسلم، ثم إلى هذا المشهد العظيم. يقول النبي على لسان الشاعر: فقال من يكفل المولود من سعة، أنا الرفيق له يا سعد من ظفر، فاستله صاحب الأنصار في فرح، وحاز أفضل فوز حازه بشر، كأنما الروح من وجدانها انتسلت، يا للأمومة والآهات تنفجر، وكفكفت دمعة حرة مودعة، وللأسى صورة من خلفها صور، حتى إذا من طوى عن ظهرها ألق، واستسلمت لقضاء زفه القدر، شد عليها رداء الستر واحتفرت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماذا ضمت الحفر. الحكم لله فرد لا شريك له، ما أنزل الله لا ما أحدث البشر، وفي الحدود نقاء النفس من لمم، وفي الحدود حياة الناس فاعتبروا، وشدرتها شظى الأحجار فالتجأت، وفي تألمها عتق ومطهر، فالعين مسلمة والخد منهشم، والشعر في جندل الأجداث منتثر، لو أن للصخر قلبا لانشوى ألما، وقد ينوء بأثقال الأسى الحجر، أو أن للطفل عين والدماء سدى، ماذا عسى أن يقول الطفل يا بشر، هناك والجسد الذاوي يفوح شذا، لم يبق إلا جمال الطهر والظفر. ماتت المرأة، نعم ماتت، نعم خرجت من هذه الدنيا، نعم ضحت بنفسها، نعم سلمت الروح إلى بارئها، وفي صمت رهيب تحمل المرأة وتغسل، ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكبار الصحابة خلفه: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخيرة الصحابة خلفه. ثم بعدها يقول: أبشروا أبشروا. ماذا يا رسول الله؟ تابت توبة، تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، توبتها لو وزعت على الناس لكفت الناس، فكيف بها وحدها؟ واستبشرت واستبشرت بعبير التوب، واغتسلت كما ينقي صلاد الصخرة المطر، وقال فيها رسول الخير قولته: تابت وتوبتها للناس معتبر، لو وزعت بين أهل النخل قاطبة، كانت لهم دون بأس الله مدثر. قام النبي وصف الصحب في أثر، فيهم أبو بكر الصديق والعمر، صلى وصلوا وضجوا بالدعاء لها، ودعوة المصطفى للعبد مدخر، في ذمة الله يا من فاح مرقدها، عطرا وطبت وطاب القبر والمدر، بينت حكما وكنت للتقى مثلا، وفاز بالصحبة الغراء مبتدر، سارت إلى جنة الخلد فابتسمت لها الربا والنعيم الخالد النضر، وجنة الخلد تجلو كل بائسة، يحلو إليها الضنا والجوع والسهر. اسمعوا: إن غرها طائف الشيطان في زمن، فلم تزل بعدها تعلو وتنتصر، هناك قصة توب تزدهي مثلا للتائبين، وفيها البر والعبر. نعم
هي قصة وشعر جميل وأدب بليغ وقعت لامرأة عاشت بين النبي عليه الصلاة والسلام، زلت قدمها، ضعفت نفسها، نعم وقعت بالذنب ولكن يا لها من توبة. نعم يباح لها أن تستر نفسها وتتوب، لكن انظروا إلى صدق توبتها. أين التائبات؟ أين التائبون؟ أين الذين إذا وقعوا بالذنب احترقت قلوبهم وتقطعت ندما وخوفا وألما، خوفا من عذاب الله عز وجل وألما لما فعلوا وحزنا على الذنب الذي ارتكبوا؟ أين هم؟ أين النادمون؟ أين الباكون؟ قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله، الله الذي يقول عن نفسه: نب عبادي، نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إياك أن تقول إن ذنوبي لن يغفرها الرب عز وجل، لا تيأس من رحمة الله. إياك أن تقولي أنا لا أصلح للتوبة، أنا خلاص إنسانة فاسدة فاسقة، أنا لست أهلا أن يتوب الله علي. إياكم وهذا الكلام، فإنه من صنع الشيطان، يريد أن يحجز بيننا وبين التوبة، بيننا وبين الرجوع إلى الله عز وجل. نعم قصة ما أجملها، هي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي قصة ربما تمر في حياة الناس كثيرا، وربما تاب إنسان مثل هذه التوبة والعلم عند الله عز وجل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اسمعوا لقصة هذه الفتاة، قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها. تقول في ليلة كباقي الليالي، بل تقول لا، ربما كانت تختلف عن باقي الليالي، تقول كانت الساعة 4 بعد منتصف الليل، الخوف يسيطر علي، بدأت أقرأ ما أحفظ من سور، في الليل لم أنم، جاءت الساعة 4 وجاءني خوف شديد ملأ قلبي. تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها، تقول بدأت أقرأ ما أحفظ، أقرأ ما أحفظ، تقول زال شيء من الخوف، ولكن لا زال الخوف يطاردني. تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر، تعرفون ماذا تتذكر؟ تقول أتذكر شريط ذكرياتي، شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني، أتذكر طفولتي، أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا، أتذكر الذنوب الكثيرة، صلاتي التي ضيعتها في حياتي، تذكرت صاحبتي، صديقتي التي أحبها، كيف التقيت بها أول مرة، كيف عشت معها، كيف لازمت صديقتي التي أحبها، لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري، صاحبتي التي أحبها، أتعرفون ماذا حصل لها؟ صديقتي التي كنت ألعب وألهو وأخرج وآتي معها، لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت. تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام، لكنها رجعت في صندوق، أتعرفون ما الذي حصل؟ ماتت صاحبتها في حادث سيارة. تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل، بعد منتصف الليل، تقول خائفة، فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي، ماذا أقول له؟ ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت؟ هل أنا مستعد الآن؟ أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار؟ تقول ماذا سأفعل؟ ماذا فعلت في هذه الدنيا؟ عقوقي لأمي، غيبتي، نميمتي، كذبي، تبرجي، ملابس الفاضحة، الأفلام، الأغاني التي أسمع، كيف سألقى الله عز وجل؟ سكت. فحدثتني نفسي فقالت لي: لكنك أفضل من غيرك بكثير، غيرك أسوأ منك. ثم قلت في نفسي: لكن
أين تلك الفتيات الطاهرات؟ أين اللواتي أسمع عنهن يجلسن في المساجد يقرأن القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمن النهار ويقمن الليل؟ لما لم أكن منهن يوم من الأيام؟ لما لم أفكر أن أكون مثلهن؟ الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها، لما لا أكون منهن؟ قلت في نفسي، لا زالت الآن على فراشها، قلت في نفسي، ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني؟ بيني وبين الله عهد؟ هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن؟ ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر؟ خفت. تقول: ثم قمت من فراشي، قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة، في عيني تجمدت دمعتان. قمت فتوضأت، إلى الآن ما أذن الفجر، قمت أصلي ركعتين. تقول: وأثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضان بالدموع. الله أكبر، المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي. لما أبكي؟ لا أدري. لما فاضت عيناي؟ لا أدري. هل ربما هي على ذنوبي الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها، التي كنت أظنها هينا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقول في سجودي: أطلت السجود وأنا لا أشعر، سجود طويل لم أشعر به، أتذكر ذنوبي، أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل. أقول في نفسي: أين أنا كل هذه السنين؟ تقول: وبعد أن صليت وسلمت جلست أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة. يا نفس، ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال. فكري، متى تتوبين؟ متى تلتزمين؟ تقول: وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر، أول مرة أسمعه، أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف الاستماع، هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة. قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن، القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد. تقول: جلست أقرأ حتى طلعت الشمس. تقول: ثم ذهبت إلى فراشي. تقول: وكان أسعد يوم في حياتي، أسعد يوم، الخوف ذهب، بدأ الاطمئنان، بدأت أشعر بالسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول هذه التائبة، تقول: منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة، بدأت في طريق الهداية. تقول: أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله. تقول: أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد، لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة. الله أكبر، الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية. وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة، فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة. وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة، فإذا أنا والله لا أحد يعجل صحبتي. وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة، إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة، وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة. يا ربي فاجعل، يا ربي فاجعل في الصلاة حياتها للأمة. نعم، فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا.
نعم ماتت صاحبتها، لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز. إخواني أخواتي، كم من رجل، كم من شاب، كم من شابة يعلم أن صاحبا له قد مات؟ إن لم يكن صاحبه فهو يسمع فلان أصغر منه سنا مات، فلان طالب في الجامعة بحادث سيارة مات، فلان في الثانوية، آخر في المتوسطة، كم من صغار سن يموتون. نعم تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إلى متى؟ إلى متى تسوف؟ لا أحج هالسنة، السنة القادمة، السنة القادمة الحج إن شاء الله بعد ما أكبر الحج. إلى متى؟ إلى متى تسوف؟ الزكاة إن شاء الله السنة القادمة، إن شاء الله لما أجمع أكثر وأكثر. إلى متى تسوف؟ الصلاة تسمع المؤذن، تنظر للناس يذهبون للمساجد، ترين صاحباتك هذه تحجبت، هذه التزمت. إلى متى؟ ماذا تنتظرون؟ هل ننتظر يوم من الأيام يقول الواحد فيه أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. تعلق الأمر فقط على الله وأنت، لما لا تبذل السبب؟ لا تأتي يوم القيامة فتقول هذا الكلام. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، هذه قصص أرجو أن نعتبر بها، أرجو أن ننتبه، أن نتذكر، فإن الحياة تنتهي غفلة فجأة. الحياة مثل الإضاءة، شفت الإضاءة في الغرفة؟ نطفئ الإضاءة تظلم الغرفة، هكذا تنتهي الحياة فجأة، وتأتي سكرة الموت فيطيش الناس وتسكر الأفهام والعقول، ويحتار الحليم، وربما الفاجر يذكر بالشهادة فلا يذكرها، وربما الفاسق يريد أن يذكر ربه فلا يستطيع، وربما تغرغر الروح فلا تنفع توبة صاحبه. فلنستعد ولنعتبر بهذه القصص، على الله عز وجل أن ينفعنا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.